السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وما كنتوا بتشاهدونا دائما على قناة السودان 24 الآن وهي ضمن قنوات السعودية 24. أهلا بكم، مساء الخير عليكم دائما يا رب، تعمين لامين إن شاء الله، كمان دائما منصورين بإذن الله. شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار، إن شاء الله إحنا في أيام المغفرة، ربنا إن شاء الله يغفر لنا وليكم دائما يا رب. نتمنى لكم كل الصحة وكل الرخاء والأمن والاستقرار في جميع الدول الإسلامية والأمة السودانية عموما. محمد وناهد في هذه السهرة معكم، يلحقنا بعدها الأستاذ إبراهيم كوميك وأستاذ الدين عصام. أهلا بك أستاذ محمد، مساء النور. أهلا ناهد، مساء الخير عليك ورمضان مبارك، كيف اليوم معك؟ والله حلو بارد كويس. كان في شوية غبار كده لكن يا محمد الجو كان يعني لطيف بصورة ما عادية يعني. كيف الأكلات اليوم؟ حلو، ظريفة، سمبوكسة، مش كاتب سمبوكسة، سمبوكسة. جميل، بالهنا إن شاء الله. أهلا بكم السادة المشاهدين، وإن ما كنت داخل وخارج ساحات أرض الحرمين الشريفين في سهرة جديدة من سهرانين. دائما خلال سهرانين مشاهدينا بنلتقي بضيوف وضعوا بصمات ألماسية مميزة جدا في مجالات عديدة نفتخر بها في عالمنا العربي الإسلامي. في هذه الحلقة مشاهدينا حنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو واجهة مشرقة بالنسبة لجميع البلدان، وأي بلد بينافس البلد الآخر من خلال هذا المجال. السياحة في المملكة حتكون موضوعنا، مشيئة الرحمن، اللي حنتكلم فيه في سهرة اليوم في البارت الأول أنا وناهد، وأيضا حيلحقنا زي ما قالت ناهد في البارت الثاني أستاذ إبراهيم وأيضا أستاذة دينا. نسعد جدا في هذا اللقاء مشاهدينا أنه يكون معنا الأستاذ متوكل عبد الرحمن مدير تشغيل وتنفيذ. أهلا وسهلا بك، رمضان مبارك عليك. أهلا وعليك إن شاء الله، كل سنة وانت طيب، والأخت ناهد كل سنة وانت طيبة، وأعضاء قناة 24 كل سنة وانت طيبين، ينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. الله يسعدك يا رب. موجودة معنا مسؤولة التسويق سلمى الطيب، أهلا بك وسهلا، مساء الخير عليك. مرحبا، حياك الله يا أستاذة ناهد، وأتشرف أني أكون معكم في اللقاء الجميل ده إن شاء الله. اليوم حديثنا عن السياحة، وطبعا إحنا عارفين إنه المملكة حققت يعني يمكن يعني رقم بارز جدا في السياحة في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد جائحة كورونا اللي قفلت الناس كلهم، قفلت العالم، ولكن السياحة في المملكة العربية السعودية انتعشت بصورة كبيرة جدا، ونجد كثير من الاحترازات صارت يعني يمكن خفيفة جدا، يعني لبس الكمامات في الأماكن العامة، ما في تحركات بالنسبة للناس بارتياح، المناطق الاستيعابية كبيرة جدا، ودي من الحاجات الجميلة جدا بالنسبة للمواطنين والمقيمين في أنهم تتم السياحة بالنسبة لهم داخل المملكة العربية السعودية، خاصة بعد فتح التأشيرات السياحية بالنسبة لمن هم خارج المملكة. صحيح ناهد، ويمكن العالم اتحرم يمكن سنتين أو زيادة عن أشياء كثيرة جدا هي بالنسبة له كترفيه، وعودة الفعاليات أيضا والحياة بالكامل إلى كافة المناطق السياحية، والقيود على الطاقة الاستيعابية والتباعد ولبس الكمامة في الأماكن المفتوحة، ويمكن عادة الحياة بصورتها المميزة والطبيعية اللي عهدناها دائما بعد جائحة كورونا. وأيضا السياحة وجدت يعني يمكن براح واسع جدا بعد السنتين في أنه تكون هي مميزة جدا في المملكة العربية السعودية بجهود من شباب سعوديين، هم وضعوا بصمات مميزة جدا في تاريخ العطاء السياحي في المملكة العربية السعودية. إذن زي ما شايفين المملكة العربية السعودية بتقوم بعمل جبار، خاصة في مجال المواصلات والترحيل بالنسبة للسياحة، عدد كبير جدا من الباصات السياحية أيضا عبر القطارات، أيضا كمان إذا كان يحتاج شيء يعني، وطبعا المطارات أيضا واسعة جدا، واتفتحت كثير، يمكن بقت طاقات الاستيعابية واسعة جدا جدا، مما أهل المملكة لأنها هي تكون مملكة السياحة أنا أقدر أقول عليها. نعم، ويمكن توفرت خطوط طيران داخلية بين مناطق المملكة العربية السعودية، والسياحة فيها يمكن متوفرة بصورة مميزة، وكثير من الشعوب هي تأتي المملكة العربية السعودية في سياحة، سواء كان سياحة دينية أو سياحة وزيارة المناطق المميزة جدا والأثرية والتاريخية في المملكة العربية السعودية. وتتوفر أيضا أكثر من 5100 منشأة إيواء سياحي إضافة للمنتجات أو المنتجعات بتصنيفاتها المختلفة داخل المملكة العربية السعودية. وطبعا زي ما شفنا عدد كبير جدا
واحده من الوحدات السكنيه المؤقته، او ممكن نقول في ناس طبعا بتاخذ سياحه دائمه، يعني في ناس بتاخذ منتجعات سنويه، وفيهم من يقوم بالسياحه لفتره بسيطه جدا. عدد المنشات كبير جدا، 5100 منشاه، من المؤكد انه عدد كبير جدا، الوحدات السياحيه كثيره جدا جدا. نعم. قادرين على انه الوحدات السياسيه واسعه وكبيره جدا، قادرين على انه يعني قادرة المملكة العربية السعودية على أن تستوعب كل هذه المنطقة السياحية، كل هذه الأعداد الكبيرة جدا من اللي بيجوا للسياحة، سواء كان من داخل المملكة العربية زي ما أنت ذكرتها أو من خارج. جهود هؤلاء الشباب مشاهدينا يمكن وضعت بصمات خالدة جدا في تاريخ السياحة في المملكة العربية السعودية. هم كانوا خير دليل للوافدين من دول كثيرة جدا في أنهم يكونوا مرشدين سياحيين ويعرفوهم بالمنتجعات السياحية وأيضا المناطق الأثرية داخل المملكة العربية السعودية، خصوصا بلدنا العربي الإسلامي هو زاخر جدا بالسياحة وزاخر جدا بشباب مميزين جدا ومجتهدين جدا في أنهم يضعوا معلومات سرة جدا لخدمة كل الوافدين. ونجحت السياحة في السعودية مشاهدين في توفير نحو 1000 فرصة وظيفية كل عام لكافة الشباب اللي هم داخلين في مجال السياحة، وهذا مجال جميل جدا يا ناهد ومجال مميز بنراه. طبعا ده كلام جميل جدا، وهذه الفرص هي فرص الوظائف بالنسبة لعدد كبير جدا من العاملين في مجال السياحة، ونحن طبعا نفخر بذلك. وطبعا ده ممكن إثري الحياة الاقتصادية السعودية. السياحة مجال آخر، يمكن المملكة العربية السعودية فيما سبق كانت تعتمد على النفط كواحد من يمكن الدخل الاقتصادي الكبير، ولكن السياحة منبر آخر. وطبعا السعودية تسخر بعدد كبير جدا من المناطق السياحية، أيضا المتاحف، وهذا طبعا ممكن يؤثر على المواطن وحياة المواطن في إثراء حياته. أنا بعتقد أن دي فكرة جميلة جدا، والسعودية تسعى الآن لجودة الحياة وليست الحياة العادية وإنما جودة. مشاهدينا، السياحة يعني جاذبة جدا لكل الناس ولكل الشعوب، وبدورها قربت كثير من المسافات بين دول الخليج، خصوصا هذه الدول هي مصطفى بعض جنب بعض، وأيضا وفرت رحلات طيران يومية في أماكن يمكن جدا مميزة وإقامات مميزة جدا للسائحين وللزائرين سواء كانوا من داخل السعودية أو من خارج السعودية، والاستمتاع بالإجازات القصيرة وإمكانية الوصول إلى الأماكن المقدسة بكل يسر وسهولة، يعني خصوصا أيضا نحن في رمضان. في رمضان، وفعلا طبعا أنت عارف من أجمل الأشياء خفضوا القصة بتاعت التفحص، يعني الليلة لما نيجي سايح ويجي أي أحد وعايز يمشي أي منطقة، الفحص بتاع البي سي آر الكثير ممكن يكون مزعج جدا، رغم أنه العالم كله فيه، لكن خففت كثير جدا، وخففت الكمامة أيضا الاحترازية مع التباعد طبعا، وده مهم جدا، ده في المناطق المفتوحة. أيضا المناطق الاستيعابية، أنا أعتقد أنه يمكن من ضمن الأشياء اللي هي خاصة بالسياحة يمكن وسعوا المناطق بصورة كبيرة جدا، بحيث أنه حتى شركات السياحة أو غيرها إذا كانت موجودة يكون في تباعد بين الناس، وزي ما بنرى دائما في الطائرات مقعد مقعد لا، في البصات مقعد مقعد لا، ودي من الأشياء الجميلة جدا جدا. إن شاء الله نتمنى فعلا كل التوفيق للمملكة العربية السعودية، وأكيد إحنا عندنا حاجة مهمة جدا، هي العائلات. يعني زمان السياحة ممكن يقول لك أنا طالع مع صاحبي في البر، طالع مع صديقي وين، لكن الآن للعوائل بكل سهولة ويسر وأمان. الأمان ده نمرة واحد، أمان. صحيح. على ذكر الأمان ناهد، يمكن يعني المملكة العربية السعودية بيرتفع عدد السياح القادمين من دول الخليج، 106,000 سائح في العام 2020 إلى 600,000 في العام 2021، وهذا رقم كبير جدا، وهذا دليل على اجتهاد الشباب السعوديين جدا في إثراء روح السياحة بالجميل وبالجديد، ويمكن يعني توافد الناس القادمين من دول كثيرة جدا ومن يمكن مختلف المناطق سواء كانت عربية أو غير عربية، هذا يمثل جزء مهم جدا بالنسبة للسياحة في المملكة العربية السعودية، و جهود جبارة جدا من الشباب السعوديين لهم ألف تحية. قادر تتخيل يا محمد لما يكون منظمة اليونسكو مدخل المملكة العربية السعودية عندها 6 مواقع، يعني أنا أذكر منهم جدة التاريخية وحائل ومنطقة أعتقد العلا ممكن، والقصيم الأشجار النخيل وأقصد الأحساء تقريبا، منطقة الأحساء. هي مناطق كثيرة جدا داخلة ضمن منظمة اليونسكو، و10,000 مكان تراثي.
تخيلتم ذلك؟ هي دي المملكة العربية السعودية، وعندهم مشروع باسم روح السعودية. ننتقل مباشرة لضيوفنا الكرام. الأستاذ متوكل، أهلا بك وسهلا أستاذ سلمى. لكن أنا بس عايزة أسأل أستاذ متوكل، بوصفك مدير تنفيذ ومشاريع، عندك رأي غريب جدا جدا، أنت يعني ضد عمل المرأة، ضد إنها هي، ده اتهام لك، ضد إنها هي تكون حتى في موقع ريادي أو موقع إداري أو هي مديرة، عندك العقدة دي بتاعت إن المرأة لا تعمل. لا غير صحيح، إن المرأة عندنا تعمل في الإدارة معنا، في السياحة، حتى إنه عندنا سائقات نساء، كادر نسائي. بس أنت رافض. لا. يعني بيقولوا رافض، بيقولوا أيوة أنت عشان الشركة طبعا هي قائمة بكل حاجة، لكن أنت من جواك رافض، يعني بتيجي كل يوم طفشان، بتيجي كل يوم. ممكن نسأل أستاذ سلمى. تفضلي سلمى. مرحبا عزيزتي. عفوا، بس نحن بالنسبة للجسم النسائي هو تقريبا قلب المؤسسة أو قلب الشركة، إحنا القلب النابض. نعم. فكل الاعتماد علينا سواء كان بقسم الماركتينج كله تقريبا نسائي، في التيم بتاع السائقات والسائقين كمان دخلنا التيم النسائي وعليهم طلب عالي جدا. من طيب الناحية دي متوكل كيف معاكم؟ حسب اللي نحن بنشوفه بالعكس، يعني ادارته جيده جدا، ادارته جيده مشجع. بس قلتوا انتوا رافضكم يعني كنساء او رافض المراه انها هي تكون كاداريه. هو كذا موظف ممكن يكونوا حسوا بالحاجه دي، انه ليه هو تفتكري؟ غالبا ممكن اللي هو العنصريه الذكريه. العنصر النسائي مهم جدا يعني في اي رياده اعمال، ويعني يمكن حواء تقدمت في العالم، يعني بنشوف حواء الطبيبه، المهندسه، وحواء في السياحه. ولكن استاذ متوكل، يعني رفضك لوجود المراه داخل السياحه في المملكه العربيه السعوديه خصوصا، ده اتهام منهم. أيوة يعني. عفوا استاذ ناهي، بس ممكن اعرف انت المعلومه دي من وين جبتيها؟ المعلومه استاذ متوكل رافض الجسم النسائي، عرفناها من عندكم، جات من الشركه. جات من الشركه، انه بيقولوا اذا كان استاذ متوكل معاكم اساله السؤال ده، لانه هو رافض وجودنا اصلا في طيب الشركه، هو ضد المراه، ما عايز نساء في الشغل. يعني بيقول هو بيرضي بس اصحاب العمل، ولكن هو غير قابل. طيب يعني بيجي كل يوم الصباح طفشان. اتفضل. طيب انا اول شيء انا مدير التشغيل والتنفيذ، انا الكادر اللي معي كادر نسائي، قسم التسويق وقسم الاداره. كلامك غير صحيح، اضفنا كادر نسائي، قلت لك سائقات ما اضفتهم، لكن انت ما راضي. إذا مو راضي ما كانت جاية. إضافة أستاذ سلمى، معلش، إضافة لمعلومات. إذا كنت مو راضي ما كانت جاية. طيب خليها هي تقول سلمى. إضافة لمعلومات أستاذ ناهد، إنه هو يعني عن طريقه تم رفض أكثر من 6 سيدات والسابعة في القسم النسائي. نعم. والسابعة كان رفضها يعني يوم جداً الخميس. هو على العموم أنا كان واصلني إنه في بداية للرفض اني اكون مستمره معكم في الوظيفه، بس حقيقه ما كنت متوقع ان الموضوع حقيقي للدرجه دي، او لا الموضوع إحنا واصل. ايوه احنا تاكدنا طبعا، لكن انا كان وصلني مبدئيا انه انت اصلا ما مقبول بوجودك في المكان. قال لك ما عايزينك. واصلني هو ما قال لي مباشره، انا لو قال لي مباشره خلاص الواحد بيقدر يتصرف. وانت بتغلطي في شغلك للاسف. لا، وهو المشكله انه بيشيل على طيب شغلي. يمكن الحاجه دي، يمكن الحاجه دي يعني منافسه السيدات للرجال استاذ سلمى، يعني هم بيحسوا بالغيره مثلا، او قياده السيده لمثل هذه السياحه، لانه بتواجه شعوب كثيرين جدا. هو استاذ متوكل بيقول انه هو رافض تماما انه وجود العنصر النسائي في الشركه، خايفكم لانه مراه ذكيه، ربما في السياحه في السعوديه. ايوه هو صحيح. لانه المراه ذكيه خايف انها تتفوق عليه، وانت عارفه دي عقده طبعا في بعض الرجالات. انا شايفه انه ما مفروض انه يكون الرجل انه يحس انه في منافسه، لانه المراه قويه في دوره والرجل قوي في دوره، الا يكون شخص حاسي بنقص. طب انت لما سمعتي الكلام ده سمعتي من كم موظفه؟ للاسف سمعته من كم موظف، وموظفات قريبات له جدا، انه انت على اخر الشهر هي فتره حقت رمضان، وبعد يعني كده حيطلعني. طيب انت بتستفيد مني فتره رمضان ليه؟ ما انت من البدايه طلعني. معلش والله استاذ متوكل، احنا طبعا مفروض في برنامجنا فينا ان احنا نستقبل ناس قادره تكون كفؤه، يعني حتى محافظه. يعني اليوم يعني زميلتك موجوده، او هي سكرتيرتك، او تحت ادارتك يعني. طيب. وانت ما قبلان كيف يعني؟ انت زي ما قالت لك عايز تستفيد مننا في رمضان وترمينا في الشارع بعدين؟ غير صحيح كلام. يمكن يا ناهد في موظفين كثيرين يعني في يستفيدوا من الرجال. لا صحيح. انت عاوز تستفيد مننا في بدايه تاسيس. غير صحيح كلام. لا انت عارف سبحان الله في موظفين بيستفيدوا من الموظفين الجدد، وبعد ما يمتصوا كل طاقاتهم ايوه يستبدلون بوجوه جديده ايوه، ويعني يشيلوا عندك كله ايوه، يشيلوا الحاجات الايجابيه بعد كده. ممكن عادي اوعي تكوني طلعتي ورقك كله ووريتيه. والله للاسف انا بشتغل معاه بكل ضمير وبكل يعني
طيب اديتيهم كل حاجه جريح. كل شيء ايوه هو يرد على كل شيء ممكن. سواء ممكن كان عطاء من الوقت سواء كان عطاء من الجهد عطاء من كل ناحيه خساره خبراتي والله. علاقاتي في سوق العمل كل المواضيع دي انا خطيتها ما بين ايديهم في الشركه خساره طيب والله استاذ متوكل على كلام سيده سلمى هي موجوده معك حاليا وعلى الاتهام اللي هو اساسا جميل الشركه انا عايز افهم السبب في تاجيل الرفض اوكي انت حابب انك ترفضني او توقفني من الشغل ليه مأجله ليه ما توقفني من الان المعلومه من من شخص مقرب لك بغض النظر عن الاسماء معلش ما احنا اسمي. على الهواء ما حابه انه اتكلم ما ضروري اسماء ممكن تاخذ اسمه بعد الحلقه بغض النظر لا غير صحيح الكلام هذا نهائيا هي واجهتك اصلا خلاص يبقى ما في داعي الاسم اصلا واجهتك هي واجهتني تعطيني اسم انا غير صحيح انا المسؤول عن الشركه وعن الاداره بس انت عايز تستفيد منها وخلاص رمضان بس في تصرفات بتثبت فعلا انك انت فعلا طيب مساله رفض الست سيدات استاذ متوكل دقيقه محمد قالت في اسباب ايوه طيب شنو في تصرفات واضحه بتثبت الحاجه يعني انت عاوز تمسك كل شيء اي حاجه بتسال عنها اي تفصيله بتسال عنها وعايز تكون بين ايدينك انت طيب ليه عشان وقت ما توقفني انا ما تقدر توصل للمعلومات هذه كل اداري لازم يكون على علم كل شيء في الشركه لا انت لما يكون موظف عندك ما بيعني لك حاجه وما بقدم لك حاجه حتى حاجات المفروض تكون ما بتعنيك صح كيف انت عارف انا حلقه يعني التدخل في كل صغيره وكبيره يعني استاذ متوكل التدخل في كل صغيره وكبيره يعني يمكن اذا اي اداره لازم تكون انت متدخل في اي حاجه بس لا لكن في شغله هي في شؤون خاصه طيب. في شؤون خاصه غلطي علاقاتي انا وخبراتي انا كيف وصلك المعلومه انا وصلت انها وصلت عندها معناها احنا اتصلنا اصلا على الشركه وعرفنا كل شيء اتصلنا عليهم احنا اي ضيف يجينا استاذ متوكل اي ضيف يجينا عفوا عفوا نقول اسمها اصلا ماهد عفوا طيب اي ضيف يجينا بس انا حابه افهمه حاجه اي ضيف يجينا لازم نعرف عنه كل صغيره وكبيره لا انا اللي بمشي لازم ندرس ما انت بمشي لا انا اللي بمشي كيف ما امشي انت عايز تمشيني تمشيني من البدايه ما تستنى لحد الوقت ده عذرا وقف التصوير انت بتستفيد مني تستغل خبرتي التصوير يا عوض تستغل خبرتي وبعدين تيجي تقول لي شكرا خبرتك ما عندي خبره خبرتك فيش ما عندي خبره انت انت ايش وظيفتك في الدوام محاسبه ودعم في الماركتنج طيب. محاسبه طيب طيب ايش ما عندك خبره في الماركتنج ما عندي خبره في الماركتنج اوكي عموما شكرا عفوا عذرا لا لا معلش التصوير واقف حاليا ثواني معلش تعالي التصوير واقف يا استاذ سلمى استاذ سلمى لا تعالي عذرا عذرا زعيله يعني معلش استغلال زياده عن اللزوم تقول لا ما عندي خبره يعني حتى بالماركتنج طيب اوكي هي ما ماركتنج هي محاسبه محاسبه طيب تعالي يا استاذ بكلميه عن الحسابات اللي انت شاطره فيها تفضلي معلش عذرا استاذ سلمى اتفضلي طيب تعالي طيب عشان نستأنف التصوير من جديد ونوضح المعلومه تعالي هنبدا التصوير تعالي يا استاذ سلمى لو سمحت واحد يفكر اي حاجه دي شكرا لا معلش تعالي اقعد تعالي انا حقول لك كلمتين تفضلي استاذ متوكل اتكلم معاه تفضلي تعالي يا استاذ سلمى تفضلي انا ما مرغوب معلش تعالي عايز اقول لك الكلام تعالي تفضلي عشان احنا تعالي تفضلي طيب عشان احنا نستأنف التصوير ونصحح المعلومه بالنسبه للساده المشاهدين هنعاود التصوير ان شاء الله اهلا وسهلا بكم مره ثانيه والسياحه في المملكه العربيه السعوديه بنستقبل الاستاذ سلمى اعتقد ان عندها يعني شويه ارهاق في الصوت اهلا بك سلمى مره ثانيه بس في المحاسبه ما شاطره يعني برضه محاسبه انت هي طبعا اكيد طالما في شركه كبيره زي كده شاطره لكن عندك برود كده يا استاذ متوكل كيف ليه ما انا قلت لا تعالي ولا ده برود كيف برد يعني؟ يعني قلت لها معليش متأسف وكده يعني هي راحت من نفسها خلاص قول لها معليش ليه معليش؟ هي الغلطة مو أنا غلطة ما غلطة إيه؟ أنا غلطة في شنو؟ أنت بتوقفني عن وظيفتي أنت مصمم الوظيفة عندك إيش؟ أنت مصمم الوظيفة عندك شنو؟ مدير تنفيذ وتشغيل طيب وأنت محاسبة أنا موظفة عندكم طيب وظيفتي شنو؟ محاسبة ما عارفينه؟ محاسبة طيب كمحاسبة طيب ليه أنت شايف إنه أنا ما مني فايدة؟ ليه بتضيع في وقتي؟ انا وقتي ده استفيد منه في اماكن ثانيه عند اولاده يمكن ما الاقي موظفه جديده عشان كذا عايز استفيد منكم عندنا موظفات بس عندنا موظفات واحنا شغلنا سلس وما قاعد نضغط عليها حتى في فتره رمضان هي اللي انت اليوم ما داومتي اليوم ما داومت عشان انا تعبانه وجاي التصوير بمريضه امس عندك عذر قبل عنده عذر احنا ماشيين معاك بسياره يعني بس طريقه سلسه بخوه حبيه يعني قال أيوه. لك يعني بطريقه سلسه ما يعني ما اعطيناك انذار ما خصمنا عليكي ما وقفتك عن العمل انت كمان متهاون انت ناوي توقفني انت متهاون ذاتك ليه انت ناوي توقفني احنا ما نقدر نضيف هنا في شغلنا ولا دقيقه طيب انت متهاون كيف ناوي انت اصلا ناوي توقفني رمضان فتره رمضان يعني من غير فتره رمضان يعني ما 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 قاعد تتعامل مع موظفينك بصوره حلوه مثلا وسلسه صار ظروفهم من الناس صورة سلسة. بتحصل لها ظروف والله يا سلمى بعد ما قال الكلام ده حقه تخلي الشغل بامانه او بقول لك شيل الداتا واسحب الداتا لا 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 استاذ ناهد ماشي ممكن فعليا استاذ ناهد انا حاليا حكمل معك اللقاء كشخصي انا بعيده تماما عن الموضوع ده حكمل معك اللقاء كانا سلمى حسب المعلومات اللي عندي استاذ سلمى شكرا يعني الانسان ما بخلي الوظيفه الا يلقى الافضل صح ولا ما صح
فانت مدخل الوظيفه شوفي راجع الحسابات مع ممكن تشوفي المشاكل وين. الانسان اللي ما بقدر اصلا يعني هو صراحه عدم التقدير مشكله كبيره. عدم التقدير اشكاليه كبيره. الانسان هو اللي بيقيم نفسه. لما تكون ادارتك ما مقيمك يبقى ما في داعي. طيب احنا مقيمين موظفين. لا هو بس اعتذر لها وخلاص. احنا مقيمين موظفيننا. طيب اعتذر لها. كيف مقيمين؟ انت بتقولي ما عندك خبره. ما تعتذر ليه؟ انت شايف ما مني فايده. ما اعتذر، ما غلطت عليك عشان اعتذر. انت شايف ما مني فايده. لا تعتذر. ليش اعتذر؟ طيب ده كان مقلب سهرانين لكم. واتفقنا مع سلمى. اتفقنا مع سلمى استاذ ممثله. ممثله يا سلمى خطيره غايته ما شاء الله. احنا طبعا قلنا لسلمى اتفقت سلمى معها. قالت انا لا هي قالت انا بعرف مقاليبكم اصلا. احنا كنا عايزيننا مقليبه معاك. عايزيننا مقليبه معاك لكن طلعت كشف. هي عارفه المقلبة. طلعت عارفه. قلنا لها خلاص مقلبينا مع مقلبي لينا متوكل لكن شاكرين لك. انت انسان كفؤ جدا كونك تديها اجازه وراح عريت حالنا والله. والله يعني لما طرحنا على المقلب يتكلم عنا كلام حلو شديد وكلام طيب نقول كلام زي اللبن يعني. والله بتقول كلام عنك. شكرتك شديد والله صراحة إنك متعاون وإنك إنسان يعني جميل في مجالك ومع موظفينك. نعم عليك يا أستاذ وصوتي يعني أنا ما عندي خبرة. فات اللي أنا اتفضحته. مشغلك بالله. هو طبعا رد فعل طبيعية ما بيكون قاصده من قلبه يعني. أيوه. هجوم هاجمت علي. ما من قلبه صراحة بيكون جابه كده عشان شنو؟ يعني بيشغل بغير خبرة؟ لا لا ما شاف بغير خبرة. ما عندها خبرة هي مشغلة ليه؟ مو ماركة المحاسبة هي شغلتها محاسبة مو ماركتنج. ايوه قصدي يعني هي اللي هي وظيفتها المسمى الوظيفة محاسبة. بس مكتوبة عندنا هنا مسؤولة التسويق. اها في التسويق يا هل محاسبة دي؟ هي مسؤولة عن القسم التسويق. المهم مقلب حلو. والله كنت جميلين يعني. كنت حلوين جدا حبيناكم ودي عيديتنا لكم ورمضان كريم لكم نطلع الله أكرم كل سنة وأنتم طيبين. أستاذ متوكل والله إذا حيوه أنا آسفة جدا بس للأسف الأستاذة يعني هي لكن كانت يعني مترددة إنه تمقلبك يعني خايف أنت عشان كذا اخترت أسلمى معي. ما اخترناها هي قالت أنت عندكم مقلب. قالت لي أوعكم أنتم عندكم مقلب. قلت لها خلاص طالما عرفت عن المقلب طيب نغني معاهم ونهدي لهم أجمل الألحان بعد المقلب الجميل مع سادة المشاهدين. جميل مشاهدين تنفس كل ما فيها والمملكة العربية السعودية صراحة هي متنفس للجميع خصوصا في السياحة الدينية ويمكن سياحة في المملكة العربية السعودية في كافة محافظات ومناطق سياحة رائعة جدا ويندهش كل من يتابع هذه السياحة سواء كان عبر التلفاز أو زائر إلى المناطق في حقيقتها. فكل تمنيات المملكة العربية السعودية بالتقدم والازدهار والنماء حول مجال السياحة وأيضا في مجالات شتى وعديدة. بنرحب من جديد بضيوفنا أستاذ متوكل وأستاذ ثلمى بعد المقلب اللي كان يمكن كانت تقلب لي مشاكل أنا. هي خلاص قامت. جميل جدا إن شاء الله. يعني المقلب هو طبعا بس للتحايا لهم والفرحة بوجودهم معانا. قطاع السياحة قطاع مهم جدا بهم الآن المملكة العربية السعودية. وزي ما ذكرنا يمكن في المقدمة الآن نحن الوضع يختلف تماما أستاذ متوكل. ليس كالسابق. زمان السياحة يمكن ما لاقت هذا الزخم. يعني كانت السياحة زي ما قال أستاذ محمد هي سياحة دينية للمناسك وما إلى ذلك. ولكن الآن اختلف طبعا الوضع. كلمنا عن الاختلاف وعما تراه في المملكة العربية السعودية من زخم كمان كبير جدا. فعاليات وبرامج وأماكن سياحية تتعدى يمكن بالعشرة آلاف مكان يعني. صحيح اختلف السياحة في المملكة في جميع المناطق المملكة. كمثال عند الأحساء تبوك المدينة المنورة العلا نهاية العالم. يعني اختلف السياحة في واجهة كثيرة. موسم الرياض فعاليات موسم الرياض وإن شاء الله بعد العيد موسم جدة راح يبدأ بإذن الله. يعني السياحة تنوعت في المملكة العربية السعودية بصورة كبيرة جدا. جميل. طيب أستاذ متوكل يعني ذكرت موسم الرياض يمكن من المواسم المميزة جدا. صحيح. في يعني إبراز كل الجانب الإبداعي السياحي بالنسبة للمملكة العربية السعودية والكل يشاهد عبر الشاشات وعبر السوشيال ميديا. وأيضا الزائر لموسم الرياض بيتفاجأ بأشياء جدا مميزة. صح. وكثيرة. استعدادكم أنتوا لمثل هذه المواسم كيف بيكون؟ والله الاستعداد تجهيز تنظيم المعارض والمؤتمرات الاستيجات المنظمين يعني يكون يعني نوفر الأماكن
الأماكن شو اسمه للزوار. أيوة أماكن الزوار جميل. أستاذة سلمى طبعا زي ما قلنا يمكن الآن الحركة غير اعتيادية، أماكن لجذب السياح بصورة جميلة جدا، حتى طريقة الجذب جميلة جدا. كلمونا عن الإعلان لها عالميا، الشغل ده طبعا وصل العالم على فكرة. صحيح. في إنه السعودية الآن بعد فتح التأشيرات صارت يعني يمكن يعني ملاذ لكثير من الناس إذا حبوا السياحة العربية يعني. صحيح. طبعا بالنسبة للمملكة العربية السعودية الجميل فيها اللي هو التنوع الديموغرافي، يعني فيها بتلاقي فيها المناطق الجبلية، بتلاقي فيها المناطق الساحلية. التنوع الديموغرافي ده يعني مسوي ميكس جميل جدا بالنسبة للسياحة، اللي بيحب الجبال والتسلق والرحلات حقت الصحاري بيلقاها، اللي بيحب البحار والشواطئ والسمك والأشياء دي كمان بيلقاها. فالتنوع ده يعني لفتة جميلة جدا في المملكة العربية السعودية. وفي نفس الوقت طبعا عشان الحاجة تصل للعالم لابد ما إنها تتوثق، لابد ما إنه فعلا يكون في رحلات. نحن بنحاول قدر الإمكان نشتغل على الحتة دي، لما تكون في رحلة فعلية لمنطقة معينة الحاجات دي لازم تتصور ولازم تتوثق. وطبعا منصات السوشيال ميديا لها أثر كبير جدا في العالم العربي، فالحاجات دي كلها بتكون موجودة ويكون العالم مطلع عليها. طيب زي ما شفنا قبل يمكن تكلمنا عن انه بقت اقتصاديا يعني يمكن كانوا معتمدين جدا على النفط، ولكن فتحت مجالات ثانيه ومنها سياحه، والسياحه اكيد طبعا مورد اقتصادي ضخم جدا. انت تكلمتي عن الان عن انه الشواطئ، البحار، البر، البحر، كل شيء يعني. صحيح. جبال، تسلق، كل شيء موجود. صحيح. ده كله ممكن طبعا بيدخل مورد اقتصادي ضخم جدا للمملكه. بالتاكيد بالتاكيد. طبعا دخل السياحه عموما في اي دوله هو له اثر كبير جدا على اقتصاد الدوله. غير كده كمان المملكه العربيه السعوديه بتتميز كمان بالسياحه الدينيه بالنسبه للمسلمين تحديدا. صحيح. فدي كمان تعتبر دخل مختلف من ناحيه ثانيه، نوع اخر من انواع السياحه. جميل. فالدخل طبعا تاثير على الدخل الاقتصادي اكيد حيكون عالي جدا. جميل. مثل الرحلات اللي انت ذكرتيها سواء كانت رحلات جبليه او رحلات الى مناطق مثلا فيها الاسماك وهكذا، وايضا رحلات السياحه الدينيه، الاعداد لكم انتم طبعا بيكون شيء مجهد بالنسبه للشركه وبالنسبه للشباب اللي قائمين على الامور. طيب الدليل بيشرح للسائحين الاجانب الجايين من دول المعلومات كيف بيمتلكها بالنسبه المرشد السياحي؟ المرشد السياحي، المرشد السياحي اول شيء بيكون شخص شغوف بالرحلات السياحيه. جميل. دي اول شيء. احنا اختيارنا للمرشد السياحي نفسه لازم يكون شخص فعلا هو عاش التجارب دي وفعلا عنده حب لها، لانه الشغل لما يكون اداؤه بحب وبشغف الشخص بيقدر يقدمه بطريقه جميله عن تجارب واقعيه، بيقدر يحدد للشخص للعميل مثلا بيقدر يوصل له معلومه تماما عن المنطقه وعن الخواطر الاخطار اللي ممكن تواجهه وعن الاشياء الجميله فيها بصورة أوضح طبعاً. طيب نجاح المملكة يعني نجاح كبير جداً، يعني صارت جاذبة، بقت مكان سياحي جاذب. تفتكر الحاجة دي من وين؟ هي تكلمت يمكن قبل عن التنوع أستاذ متوكل، التنوع الكبير في كل المملكة وكذا، لكن يعني عايزين نعرف إنه ما شاء الله يعني ليه السعودية؟ طبعاً إحنا بنشوف كثير من الدول الثانية على برضو جذب وكذا، كيف السعودية قدرت تجذبهم بشنو؟ تنوع السياحة وتنوع الترفيه، يعني في مجالات زي ما قالت الأخت سلمى، رحلات بحرية، رحلات برية سياحية، ورحلات يعني متنوع الرحلات عندنا. يعني في رحلات تسلق الجبال، رحلات الهنج مع مدربين ومرشدين سياحيين مع فرقة كاملة ومسافين. يعني في مقومات، يعني أيوة احنا أيوة نقدر نقول السعودية عندها بنية تحتية قوية، عندها مقومات قادرة تقوم أو تقوم بالسياحة. نعم صحيح. جميل. متنوع السياحة والرحلات السياحية في المملكة. جميل. ذكرت المدربين أستاذ متوكل، طيب المدرب عشان هو يكون في مجال السياحة يكون بروفيشنال وهو يعني ملم بكل المعلومات وملم بكل المناطق وتراث المنطقة وسياحة المنطقة، لابد من وجود دورات تدريبية. هل عندكم دورات تدريبية للمدربين أو لكل الكاست الموجود عندكم في مجال السياحة؟ عندنا فريق كامل، عندنا مدربين زي ما قلت لك، مرشدين سياحيين ومترجمين، على لأن السياح بيجوا أجانب من خارج المملكة، وعندنا يعني طاقم كامل. وفي عندنا أكاديمية تدريب. جميل. أكاديمية تدريب. أيوه. يعني هي بدورة ما شاء الله يعني بتملك المعلومات لكل كاستر. نعم. موجود في الشركة سواء. نعم. كان مدربين أو عملاء. صحيح صحيح.
يمكن في بداية حديثنا تكلمنا عليه أنه المملكة العربية السعودية الآن يعني في مجال السياحة، صارت السياحة زمان يمكن بنسمع أنه اللي بيمشي السياحة شباب يعني بس لحاله كذا، عرفت كيف؟ صحيح. دلوقتي يمكن اختلفت، صار الواحد بيأخذ معه أسرته، يعني متعرضين على أنه مش بالبر أنه يمشوا عبر أي ناقل يعني. صحيح. عايزين نعرف عن الطيران، الوجهات السياحية اللي أنتم بتقوموا بها عبر البساط أيضا. صحيح. سهولة تحرككم كيف بيكون، مش يعني كشركة لكن عموما التحرك لهذه المناطق بكل سهولة، بحيث أنه الواحد يوصل مقصده من غير ما يدخل على مواعيده وإجازته تمام، أولاده مدارسه ما في يعني ما يكون في تأخير، كل شيء مرتب يعني. صحيح. طبعا كل منطقة وكل رحلة لها ترتيب خاص فيها، بيعتمد أول شيء على الطريق اللي بيوصل للمنطقة نفسها. إذا كانت المنطقة جدا بعيدة فصعب جدا إنه يركبوا باص أو يكون الرحلة عبر الباصات، فبتكون بالطيران وبتوصل منطقة معينة، بعد كده الانتقال من المنطقة إلى المنطقة السياحية نفسها بيكون فيها باصات، بيكون في تيم بيستقبلوا وينقلوا من المنطقة السياحية نفسها عشان يستمتعوا شوية بأجواء الرحلة نفسها. طيب الأمان؟ الأمان طبعا إحنا أول شيء من ناحية فريق إسعافي بنوفر الفرق الإسعافية، لازم تكون متواجدة وتكون متوفرة في أي مكان في أي زمان بالنسبة للفرق الإسعافية، ده غير هي بتكون موجودة مع هي بتمشي وفود يعني بيمشي فوج هو بيكون في ولا نفر بيكون تيم، كل رحلة بيكون معها تيم، التيم مكون من الفريق حق الإسعافات الأولية، مكون من المرشدين السياحيين، مكون من كنترول بودي جارد، حراسة أمن وسلامة، دي كلهم بيكونوا متوفرين في التيم الواحد. طب لو في أسرة بس راجل ومرته وأولاده لكن ما عايزين معهم ناس تانين يعني اللي ممكن عايزين يسافروا براهم سياحة، ممكن تتوفر لهم الخدمة دي؟ انت عارفة في ناس يعني بتقول لك لا احنا بس لحالنا يعني. طبعا الرحلات السياحية فيها مرونة على حسب المتطلبات، نحن بنحاول قدر الإمكان انه عميلنا الحاجة اللي هو بيطلبها نحن نوفرها له بقدر الإمكان زي ما هو عاوز. جميل. لأنها هي في الأخير رحلة سياحية، هو طالع عشان يستمتع بالرحلة. صحيح. فعشان كده بنحاول نوفر له كل المستطاع. جميل. المرونة طبعا شيء مهم جدا في السياحة صراحة، ولازم انه ايوه الزبون او العميل للشركة لازم يلقى الراحة الكاملة عشان بالزبط. ما هو يعكس صورة طيبة عن الشركة وسمعة الشركة. بيقودني لكلام مهم جدا استاذ متوكل عن التعليقات اللي بتجيكم من الكاستمرز او من الزباين والعملاء السياح سواء كان من الداخل السعودية او من خارج السعودية، كيف بتوصلكم التعليقات؟ والله الحمد لله للان يعني كل الزبائن رضا راضين علينا، كل الشغل اللي عندنا على دقة عالية على كفاءة عالية. الحمد لله التيم عندنا تيم مرة مدرب وتيم يعني عنده خبرات يعني عنده خبرات سلمى سامع عنده خبرات عنده خبرات جميلة. الجودة مهمة جدا يعني في العمل صراحة. يهمنا احنا رضا العميل. الجودة مسكاها بيت كمان. شفت كيف يا سيدي؟ ترجع تتصل على الكاستمر وترجع ترفع يعني تعرف الآراء وواجهتهم صعوبات. يا سلام يا سلام يعني ما ضد المرأة. لا ابدا ابدا الأستاذ متوكل هو مع إنه في إدارة شوية منفصلة مننا لكن كثير من التواصلات والإيميلات بتكون والتوجيهات بتكون عبره هو. نعم. يا سلام. فبيدعمنا جداً يعني كفريق بيدعمنا جداً. إنسان جميل. جميل والله. زي ما قلنا التعليقات هي كيف بتوصلكم يعني، هي كل التعليقات كانت طيبة، فبالتالي من الجهة الثانية يعني بيكون في نقد يعني لكثير من الشركات كثير من المؤسسات أو الرحلات يعني. في ناس بتتضرر أحياناً. يعني. أيوة. كيف النقد ده بتتعاملوا معه؟ طبعا احنا بنحاول قدر الامكان ان نتفادى النقد يعني جميل لانه والله. تجربه العميل هي اللي بتحدد لنا انه العميل ده هل ممكن يجينا مره ثانيه ولا لا، ونحن دي اهم نقطه عندنا اللي هو العميل يرجع اهم من انه يجي اول مره. لانه اذا رجع فمعناه انه فعلا سوى لنا ترويج انه فعليا الشركه دي رحلتها جميله امنه كل التفاصيل دي، فنحن بنحاول قدر الامكان ان العميل يكون راضي بعد الرحله مباشره في التيم بتاع الدعم الفني والتيم حق اداره الجوده، بيرجع يتواصل مع العميل الصعوبات اللي واجهتك شنو، حتى اذا كانت حاجات بسيطه العميل نفسه ما مقترس يعني. لها استبيان مفصل عشان كل اي نقطه تكون محتاجه لتعديل بترجع للاداره عشان يحسنوا. في ناس يا استاذ سلمى بيكونوا مشاغبين يعني، في ناس لما يدوم الاستبيان ده يقعدوا يتفشوا ويكتبوا فيه، وانا غايته كان جاي في مطعم الحاجه كان سمحه بقول كعبه يعني عارف لازم اطلع حاجه في الطياره كمان لازم احنا مسوينه اتصال مباشر
لازم انت عميله صعبه جدا استاذ لاهي. بالمناسبه ليه بفتكر انه مثلا المفروض يكون في جوده، لان احنا نتكلم عن جوده الحياه، عن جوده السياحه. انا ما شاء الله يعني زي المملكه يعني لازم يكون في جوده بكتب وبعدين لازم ايوه بعدين بيجوني المضيفات في الطياره يقول لي معليش والله وبيمشي بقطعها طبعا بقطعوها انا بكتب فيها اي حاجه ما بوصلوها ما شاف يتفرج ما شاف يتفرج في استبيان صدنا. احنا استبياناتنا ما بنعملها ورقيه كتابه، لا بتكون مكالمات صوتيه مسجله وبتمشي عند الاداره حقت الاستاذ متوكل ما اعرف اذا بيسمعوها ولا لا عشان العميل نقدر حتى في الاخذ والعطاء نعرف التفاصيل. استاذ متوكل شنو جاتك من الحاجات اللي ممكن تكون يعني من مزعجين يعني ما في زباين زي كده مسجلين والله يعني كان مرة إنه عندنا سائق تأخر على عميله والإنزعج من هذا الشيء، بس حلينا الموضوع إنه وفرنا وفرنا سائق ثاني يعني حلينا الموضوع بسرعة. جميل. يهمني رضا العميل وكذا. صحيح. المملكة العربية السعودية ما شاء الله زي ما أسلفنا في تقديمتنا إنه زاخرة جدا بالأماكن السياحية سواء كان في شرقها أو في غربها أو في جنوبها أو في شمالها أو في وسطها، يعني أي منطقة بنلقاها جميلة ب. سياحتها بصفاتها بأشياء كثيرة جدا هي بتجذب السياح لها. نعم. فكلمنا عن السياحة في المنطقة الشرقية، منطقة طبعا جدا جميلة. المنطقة الشرقية عندك المنطقة الإحساء فيها جبل القارة مرة يعني جبل ما شاء الله، هناك في أشياء أثرية في بحيرة الصفرة ما شاء الله بحيرة برضو إنه فيها أشياء أثرية وفي مطاعم هناك وفي أشياء يعني كورنيش الخبر كورنيش وفي يعني في أشياء متاحف جزر المرجان مظبوط وشاطئ نصف القمر صح. دي كلها عندكم لها سياحة للمناطق؟ عندنا أيوة في الإحساء وعندنا العلا. جميل. لو في حاجة ممكن نشوفها لو في حاجة عن نشوف الشرقية أيوة ولا نمشي كده نشوف الشمال. طيب أستاذ سلمى تبوك في الساحل الشمال في حاجة كمان قبل ما نمشي للشمال نشوف ونستمتع بجمال المنطقة الشرقية ونجي راجعين للشمال مع العزيزة ناهي. نعم. مرة تانية وزي ما شايفين المنطقة الشرقية وهذا الجمال منطقة الأحساء هذه الخضرة الجميلة جدا جدا، منطقة مشهورة طبعا بالتمور وغير انه شفنا يمكن الشواطئ الجميلة في المنطقة الشرقية الجبال والدمام والزهران وجزر القمر مش كده، دي كلها مناطق طبعا جميلة جدا. استاذ سلمى طبعا شواطئ تبوك معروفة بانها شواطئ طبعا هي باردة وسخنة يعني باردة شديد طبعا وفي البرد اكيد السياحة بتختلف المشي ليها، اي المناطق في الشتاء ممكن نمشي على شواطئ تبوك او تبوك عموما؟ تبوك طبعا منطقة جميلة جدا، أجواء تعتبر مختلفة عن الأجواء بقية المناطق وفيها طبعا المتاحف الوطنية فيها كثيرة ومنتشرة بشكل واسع جدا، فكثير من الرحلات بتجينا بيكون وجهتهم للمتاحف وجهتهم للمناطق دي بالتحديد في تبوك. الصيف الشواطئ الرملية عندهم بيقولوا رملة زي الذهب يعني فعلا هناك. فعلا هي طبعا بتتميز بأرض مختلفة، أرض التربة فيها مختلفة تماما وبتميزها كمان باللون الذهبي ونعومة التربة فيها، فمناظر طبعا جميلة مع أكثر شيء التصوير، أكثر السياح اللي بيمشوا فبيكونوا عاوزين يصوروا الرملة والحركة حقة الكتابة في الرملة دي لأنها بجد بتدي منظر بديع. أستاذ سلمى هل أنتوا لما مثلا الناس مشت هناك على منطقة تبوك أو أي منطقة مثلا نقول غربية برضو لو فيها شعب مرجانية في, في, في حاجات غطس دايفينج وكذا حاجات دي أنتوا بتوفروها ولا هي بتكون موفرة بتتعاون هناك مع مؤسسات تانية أو شركات تانية تساعد عميلكم في أنه لما يوصلوا زبونكم في أنه يرتاح ويلقى الحاجة العايزة لأن الناس تبحث عن حاجات دي في أوروبا في أمريكا وين صحيح. موجودة البحر الأحمر طبعا طبعا الحاجات دي بتختلف من رحلة عن رحلة، يعني في رحلة لا من البداية بنكون إحنا موفرين الحاجات دي على أساس إنه عارفين إنه ماشيين عشان الغوص، الرحلة دي متوجهين أساساً عشان رحلة الغوص، فلا دي بنكون موفرين المدربين المعدات الحاجات دي كلها بتكون جاهزة وأوردي بكون عندنا تيم هناك هو مجهز الحاجات دي في حال إنه جو سياح. في كمان حالة تانية لا إنه العميل متجه لوجهة معينة أساساً متوفرة فيها الحاجات دي، فلأن إحنا في الحالة دي بنكتفي الأماكن المتوفرة فيها يعني. طيب على جمال منطقة تبوك يعني هي شادة جدا لكل الناس، أنا كل مرة أصحابي أنا هيد يقولين نمشي تبوك لكن لحد هسي ما زرتها صراحة، أبرز الأشياء الجميلة في تبوك اللي بتشدكم أنتوا يعني كناس في الرحلة من غير السياح، أبرز المعالم وأبرز الأماكن الجميلة في تبوك شنو؟
طيب اعمل لي سكيب على تبوك دي. نمشي للاستاذ. اوكي. اكثر الحاجات في تبوك جميله يعني ممكن لاي انسان فعلا زي ما قال ممكن يعني او انتوا ذاتكم المنتزهات في المنتزهات والحدائق وفي ال كيف اقول لك الشواطئ فيها. الشواطئ هي ذكرت الرمله قالت زي الذهب. صحيح الشواطئ والمناطق الاثريه. يا سلام دي كلها مع الفنادق يا استاذ. صحيح. يعني استاذ متوكل دي كل الحاجات دي بتوفر معاه الفنادق. بتوفر فنادقنا. طيب بالنسبه لخطوط الطيران والتسهيلات اللي بتلاقيها مثلا الشركات عموما يعني هل المواطن بيستفيد من التخفيض ده ولا هو بس بيكون تخفيض بالنسبه للشركات والمواطن هو يدفع؟ لا بخصوص الطيران عندنا تعاقد مع شركات الطيران يعني بنساهم انه مع العميل انه ياخذ تخفيضات. نعم. يعني العميل بيستفيد؟ بيستفيد. استفيد متأكدين يعني بالسعر؟ لا بستفيد بالسعر. شكله ناهد ماشي معاكم نعطيها سعر دو استبيان نعطيها سعر مرضية هاديك مستبيان ما حلو تمام. أستاذ سلمى يعني دائما جمال البلدان وسياحة البلدان البلدان الثانية والشعوب الثانية لما تشوفها عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق التكنولوجيا هي باعتبارها اللبنة الأولى في أنه أنا أزور المنطقة ذات نفسها. دور التكنولوجيا والسوشيال ميديا في نشر جمال وثقافة التراث والسياحة في المملكة العربية السعودية. طبعاً في الوقت الحالي بالنسبة للسوشيال ميديا هي بقت الأساس بالنسبة للإعلان والترويج بعض طبعاً المحطات التلفزيونية فلها أثر كبير جداً ونحن بنحاول قدر الإمكان إنه نعزز الحاجة دي بمواد حقيقية. كيف عميل لما يطلع رحلة بنحاول قدر الإمكان إنه حتى كنا مسويين قبل فترة مسابقة إنه العميل اللي بيصور صور مختلفة وصور رائعة ومميزة بتكون عنده هدية رحلة مجانية بيكون عنده كده ليه تحميس وتحفيز. صحيح. على إنه يكون عندنا مواد إعلانية واقعية وحقيقية من رحل فعلا حصلت وفي نفس الوقت نكون إحنا قدرنا نروج للموضوع ده عن طريق الرحلة دي. صحيح والله فعلا هو ترويج مميز يعني. صحيح. إذا كان العامل ذات نفسه هو صور بالتأكيد إذا في مسابقة بينتقي أجمل الصور يا ناهد. صحيح. فهي وعدد كبير بيكون من الصور. صحيح. جميل جميل. أيوة. طب أستاذة سلمى برضو حنشوف فيديو للمنطقة الغربية وطبعا المنطقة الغربية زي ما يمكن أسلفنا وذكرنا الناس يمكن كتار يعني يجي يقول لك والله إحنا يا أخي مشينا جدة مشينا المدينة مشينا مكة وخلاص على كده بيفتكروا إنه دي المنطقة الغربية ودي السياحة فيها وده كان سابقا الآن طبعا شرم أبحر وادي نجاب والمنطقة الغربية كلها طبعا. أيوة. المدينة. صحيح. العلا إلى ما زالش لكن يا ريت لو شفنا الفيديو ونجي نتكلم عن درة العروس عن أبحر ومن حياة الناس اللي بيحبوها دائما الأبحر الشمالية والجنوبية نشوف الفيديو. يعني المملكة العربية السعودية دي الواحد لو مشك شمالها شرقة وغربة جنوبة وسطها بجد عبارة عن يعني احنا كمية الفيديوهات اللي ممكن شفناها قبل كده يعني في اليوتيوب على المملكة العربية السعودية لا تعد ولا تحصى حقيقة يعني. والسياحة في السعودية طبعا اكيد زي ما قلنا هو برنامج جديد ان شاء الله تحدي جديد ان شاء الله ما حتواجه اي شيء لانه البنية التحتية قوية جدا قادرة على استيعاب كل هذا العدد الهائل. اذا كان فتح الطاولات السياحية معناه انا قادر على ان استقبل الضيوف. خطوط الطيران ايضا المطارات وما الى ذلك والبصات كلها طبعا دي بكفاءة عالية جدا بتشتغل. هنشوف منطقة جدة والمدينة ومكة واكيد المنطقة الغربية كلها والطائف وابها وعسير مناطق جميلة جدا وجاذبة جدا للسياحة. بس استاذة سلمى اي وقت احنا بنعرف انه ممكن ابها باردة جدة الرطوبة اي وقت بتحبوا السياح انهم يمشوا على المناطق السياحية دي واي منطقة طبعا عندها جوها. صحيح. طبعا الرحلات السياحية في جدة بتختلف يعني اذا كانت الرحلة السياحية هي رحلة دينية فيفضل نتفادى اوقات الزحام اللي هي زي اوقات الحج اوقات نهاية رمضان عمرة رمضان بنحاول قدر الامكان نتفادى الاوقات دي. دي بالنسبة للرحلات حقت الدينية. في كمان الرحلات اللي هي رحلات للبحر وللشواطئ والغوص بنحاول قدر الامكان لا تكون في فتره الشتاء لانه الاجواء في جده في دافية. فتره الشتاء جميله والبروده اللي فيها رطبه ما زي بروده الرياض والمناطق الصحراويه. طبعا ده التنوع الديموغرافي اللي في المملكه العربيه السعوديه يعني منطقه عن منطقه جميل والله بيختلف رطوبه الجو والبروده الحر بيختلف اختلاف كبير جدا. فالرياض بيكون فيها برد قارس وجاف
لكن في جدة بيكون الأجواء بتكون جدا جميلة في فترة الشتاء. طيب السياحة في الرياض أستاذ متوكل هي جابت سيرة الرياض والجو البارد والجو السخن جدا في الصيف، السياحة عندكم كيف هنا في الرياض؟ والله السياحة دائما يعني تكون دائما في فصل الشتاء، لأن يعني الصيف مرة حار مرة. ما في رحلات في الصيف؟ في رحلات خارج الرياض، في الرياض أنت عارف المرة حرارتها مرة قوية. حتى ما في أماكن مغلقة هنا للرياض؟ دائما رحلاتنا تكون في أجواء شتوية. هنا في الرياض أبرز الأماكن اللي دائما بيطلبها منكم السياح شنو يعني في الرياض؟ مش وين يقولوا عايزين؟ القدية، نهاية العالم. يعني نهاية العالم؟ أيوة. يعني منطقة مرة حلوة. نهاية العالم مش معلومة جديدة. ما حصلتنا فيها أي نهاية العالم؟ يعني منطقة جميلة يعني فيها جبل. فيها منطقة أثرية وفيها مطاعم سياحية، يعني أجواء مرة حلوة. تبعد من منطقتنا دي ممكن كم كيلو يعني؟ الرياض تقريبا الرياض. تقريبا يعني ساعة ونص من الرياض. ليه سموها نهاية العالم؟ معلومة جميلة السؤال صراحة. يعني ليه نهاية العالم؟ لأنه بعيدة ولا؟ لا مو بعيدة، مكان عالي. هي مكان عالي، مكان عالي يعني. يكون مطلع على حاجة كده فيها فوهة، فوهة كبيرة أيوة. جدا منظرة مهيب أيوة أصلا. شكل الفوهة دي بتولي نار؟ لا 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 قالها جهنم. طيب زي نهاية العالم، المنطقة اللي ذكرها أستاذ متوكل أستاذ سلمى، لما يكون في سياح ماشيين لهذه المنطقة بالتأكيد بتحتاج إنه يكون عندكم فريق متكامل بالنسبة للسيفتي والسلامة يعني. أكيد صح. فتوفير الفريق، فريق السيفتي والسلامة والإرشادات اللي أنتم بتقدموها للسياح خصوصا مثل هذه المناطق. صحيح. طبعا هي كل المناطق بتحتاج للفريق السيفتي، لأنه إذا مشينا المناطق البحرية كمان مناطق خطرة جدا. صحيح. والجبال أكثر خطورة. فنحن دائما فريق السيفتي لازم يكون مؤهل، لازم يكون عددهم كافي يتداركوا أي مشكلة. وفي نفس الوقت احنا ما بنعتمد على الفريق اللي هو الاسعافات والكلام، بنعتمد كمان قبلها على التنظيم. فريق التنظيم بيلعب دور كبير جدا في انه احنا نتفادى اي مخاطر ممكن تحصل للعميل. يا سلام، جميل والله. طيب جميل. احنا زي ما شايفين رؤية 2030 هي رؤية ليست آنية، يعني رؤية بعيدة المدى. صحيح. جودة السياحة، جودة الحياة في المملكة العربية السعودية، تنمية مستدامة. يعني حتى السياحة دي ما الآن بس والموضوع حيقف على كده، وإنما حتى حيكون في تطور في مجال السياحة كبير جدا جدا. كلمونا عن الرؤية 2030 في مجال السياحة. طبعا مجال السياحة هو المملكة العربية السعودية بدأت حيث انتهى الآخرون. يمكن دي الحاجة اللي ميزتها، ودي الحاجة اللي خلت الرحلة السياحية فيها مميزة. دي من ناحية. الناحية الثانية إنه الحاجة متطورة، ماشيين في تطور دائم، يعني ما واقفين على نقطة معينة. الرحلات السياحية السنة دي بتختلف عن السنة اللي قبلها، بتختلف عن ما قبل كورونا. فدائما في تطور، دائما في مواكبة لأحداث العالم. جميل. فبإذن الله إنها تكون رؤية لها مستقبل باهر بإذن الله. جميل. يعني عبارة إنه بدأت السعودية من حيث انتهى الآخرون، دي عبارة جميلة ومحفزة يعني. ويمكن يعني اكتشاف أشياء جديدة وتطوير، ويعني يمكن أستاذ متوكل السياحة دائما بتحتاج إلى تطوير، بتحتاج إلى مواكبة. يعني السياحة قديما والسياحة حديثا، يعني أنت شايف الفروقات اللي حصلت شنو؟ والله السياحة الحديثة إنه شايف إنه تطورت، يعني غير إنه في دعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. جميل. ودعم من هيئة الترفيه مع المستشار تركي آل الشيخ وهيئة السياحة، في دعم من الجهات الحكومية للسياحة في المملكة صارت. هذا الدعم يعني بيطور السياحة. بيطور السياحة جدا. نعم، هو بيطورها أكيد، وبيعزز كمان كل الجهود والتنمية زي ما قلنا من السودان. أستاذة سلمى، أنت واحدة من الناشطات في هذا المجال وتمكين المرأة عموما، سبحان الله. يعني حتى ما بنقول بس المواطنات، وإنما حتى أي المقيمات أيضا، تمكين المرأة في جميع المجالات خاصة في مجال السياحة بتعزيه لشنو؟ صبرها ولا التفاصيل؟ طبعا السياحة دي عايزة تفاصيل على فكرة. ممكن انت تقولي تفاصيل؟ دائما الرجال كده ما ممكن ما يقولوا التفاصيل اللي عندك. صحيح. يعني هي في مجال السياحة ناجحة، قدرت المملكة العربية السعودية تستقطب عديد من الفتيات والسيدات في هذا المجال، وده طبعا كله زي ما بقولوا اشغال، يعني تشغيل، يعني فيه شغل بالنسبة للبنات والسيدات وكذا. كلمينا عن تمكين المرأة في هذا المجال. طبعا بداية التمكين بيكمن في الإدارة الراشدة.
هي اللي أتاحت لها الفرصة في إنها تبدع، في إنها تبرز مهاراتها، تبرز هي ممكن تتفوق وتتمكن في شنو. دي أول نقطة. النقطة الثانية، المرأة زي ما قلتي بتدقق في أقل التفاصيل. يعني أنا شخصيا لما يكون عندي رحلة طالعة بحاول قدر الإمكان إنه يكون في الإشراف، يكون في رجل ومرأة ويكملوا. المرأة بتركز في التفاصيل، الرجل بياخذ لك الهيكل الكامل. صحيح. فنحن مكملين لبعض. يعني طبعا المرأة زي ما انت ذكرتها، هسه حيجي جا رمضان، حيجي العيد، يعني ممكن تفاصيل حتى احنا في البيت صغيرة، زهرية، إنارة، إضاءة، الحاجات دي يعني هم ممكن أستاذ متوكل يطلعوا الرحلة وكل حاجة. انتوا تدقيق في التفاصيل الصغيرة كما اهتمامنا بالبيوت، الجماليات. صحيح. صحيح. ايضا الراحة، الأمان، دي كلها حاجات انت بتنظري لها. صحيح صحيح. حتى احنا عملائنا لما تكون الرحلة نفسها فيها تيم كبير من عدد النساء، الاجتماع حقنا بياخذ فتره طويله جدا، لانهم بيسالوا عن ادق التفاصيل، في حين انه اذا كانت الرحله شباب بس بتكون حاجه بسيطه، يعني ممكن بالتليفون ها متى الرحله خلصنا. ما عندي التفاصيل. يعني النساء مزعجات طبعا، مركزات ودقيقات، بيحبوا التفاصيل، بيحبوا يحسوا بالامان للجهه اللي هم ماشيين لها، انه كل حاجه فيها مرتبه فعلا زي ما هم عاوزين. جميل انك ذكرت الاداره الرشيده، الله يديهم الصحه والعافيه، دائما هي بتكون يعني ايجابيه بالنسبة لكل المؤسسات. أكيد. وذكرت تكامل الرجل والمرأة في الرحلة. إحنا نهديكم أغنية من سيلف كنترول لهذا التكامل والإدارة الرشيدة الجميلة. شكرا. الأغنية جميلة جدا، شملت جميع مناطق المملكة. شكرا للإعداد على هذا الجمال اللي أتحفنا به في هذه الأغنية. شكرا للكنترول أيضا. كمان إحنا عارفين إنه ما باقي لنا كثير، خلاص يمكن في البارت الأول، وحينضم عليكم انضم لكم بعد شوية زميلنا إبراهيم وزميلتنا دينا. وطبعا يمكن في الفترة في البارت الأول غطينا المقاومات الأساسية والسياحية للمملكة، أيضا المشاريع اللي إن شاء الله هي لسه تحت التأسيس. المشروع هو تنمية مستدامة إلى الأمام. كلمة أخيرة، كلمة أخيرة منكم لو سمحت. طبعا أول حاجة نقدم جزيل الشكر لكل العملاء اللي وثقوا فينا نحن كوجهة سياحية لهم، وبإذن الله نقدم لهم أفضل ما عندنا بكل مهنية وبكل احترافية وبكل مصداقية قبل كل شيء. وغير كده بنشكر طبعا الفريق هنا في قناة 24 السودان، وبنشكر الإدارة الرشيدة كاملة بناء كمان على إدارة الأستاذ متوكل، وبنشكركم على إتاحة الفرصة دي طبعا. والله تشكري، وكمان كثير قال لك بدك يوم إجازة وراحة ويوم شنو ما بعد، خلينا نشتغل معك تمام. كلمة أخيرة تفضل أستاذ متوكل. أشكر قناة 24 على إتاحة الفرصة، تكلمنا في السياحة في المملكة، يديكم العافية وما قصرتوا، كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله نتلاقى ثاني في الحلقات القادمة إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك كثير. ووعدنا تجدد العملاء إنه طموحنا عناء السماء، إن شاء الله بيلاقوا أشياء جديدة ومتجدد إن شاء الله في السياحة. إذن هو شعاركم حدودكم الثماء، طموحنا على السماء. يا سلام عليك. شكرا لك أستاذ. شكرا. متوكل عبد الرحمن مدير التشغيل وتنفيذ، وأيضا أستاذ سلمى الطيب مسؤول التسويق، شكرا لكم كثير. شكرا لك على المعلومات الجميلة، وخصوصا معلومة يعني اسمها شنو كان؟ نهاية العالم. دي أنا متحمس جدا إنه أزور الشيخ الرحمن. ما قصرتوا على المعلومات الطيبة والجميلة، أتمنى لكم التوفيق والتقدم إن شاء الله في مجال السياحة، لأنه من جد مجال جميل جدا وهو يحتاج منكم مجهود جبار. إن شاء الله مزيد من التقدم والازدهار. شكرا لكم سادة المشاهدين، وإن شاء الله حيلتقيكم في البارت الثاني من الحلقة. أستاذ إبراهيم كوميك وأستاذ دينا أيضا مع أستاذ خلود العبد الله وأستاذ علا حريقة. شكرا ناهد. إذن مساء جميل لك يا محمد، ومساء أجمل لكم أعزائي المشاهدين. نلتقي إن شاء الله بكرة في مساحة أخرى. في أمان الله. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، ومستمرين في سهراتنا في رمضان في هذه الفترات المفتوحة، وأكيد حنكمل استمتاع في البارت الثاني. معي أنا دينا عصام وزميلي الأستاذ إبراهيم، ومكملين كل ما هو جميل وجديد في البارت الثاني. مرحبا بك دينا، كيف تمام؟ أهلا ومرحبا بك، وأهلا ومرحب كمان أيضا بالمشاهدين. أهلا وسهلا بمشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم وحبابكم عشرة من السعودية الرياض، قناة السعودية 24، قناة السودان 24 الآن، لكل زول في كل مكان. أهلا بكم ومرحبا بكم، كل يوم سهرانين معكم أنا وناهد محمد عبد الرحيم ودينا إن شاء الله بإذن الله. المملكة العربية السعودية بتتمتع بمناطق أثرية وتاريخية كثيرة جدا، منها مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية وكثير من المناطق اللي فيها مناطق سياحية. لكن التمييز هنا بيجي في جدة، جدة هي عروس البحر ومن أجمل المدن السعودية. صحيح. وكمان بنلقى في كمية من المدن الثانية إن شاء الله حنتحدث عنها في خلال البارت الثاني ده إن شاء الله بإذن الله. بالتأكيد. أهلا وسهلا بكم، ده موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله تكون موضوع لطيف وخفيف عليكم ونستمتع به كلنا مع بعض. أهلا وسهلا بضيوفنا داخل الاستوديو، مرحب بكم وحبابكم عشرة، شرفتونا كثير وشكرا لكم لجيتكم لنا وتكبدكم المشايخ، شكرا لكم كثير. خلينا نرحب بالأستاذة علا حريقة الإدارية، أهلا ومرحب بك ورمضان كريم عليك. علينا وعليك إن شاء الله ينعاد بالصحة والعافية إن شاء الله. الله يخليكي. ونرحب ايضا بالاداريه خلود العبد الله، اهلا ومرحبا بك ورمضان كريم عليكي. تسلمي علينا وعليك. مشرفيننا جدا حقيقه في حلقتنا لليوم، وعندنا كمان مشاهدينا الكثير من المعلومات السياحيه اللي بتاكيد بتخصنا وكل المهتمين بالسياحه في المملكه العربيه السعوديه. الحصول على التاشيره السياحيه تتيح لك اداء العمره وايضا فرصه زياره الوجهات، كما تسمح التاشيره بزياره متعدده للمملكه على مدار العام لطالما ان المده الاجماليه لا تتجاوز 90 يوما، وبتتيح أيضا تأشيرة الدخول للمملكة عدة مرات خلال العام. عندنا كثير من المعلومات اللي بتأكيد بتفيد المشاهد حنتناولها في خلال هذا البارت، لكن عندنا مقدمة أستاذ إبراهيم ولا نبدأ مع الضيوف على طول؟ نبدأ مع الضيوف على طول. وضيوفنا الليلة ما شاء الله عليهم يعني إداريين. أنتم متوترين ولا شنو؟ لا عادي. عادي شوية بس يعني. ادينا موال حبك الموت. اوكي. ازيكم كيفينكم؟ ازيكم كيفينكم؟ انا لي زمان ما شفتكم. يا سلام عليك يا استاذ ابراهيم. تنفع فنان مش؟ لا تنفع شديد. شفت الجينة؟ الجينة بتقول لي انت ما فنان. اهلا وسهلا بكم. منوريننا جدا. طيب خلينا نبدا مع خلود. وخلود نحن يعني عارفين ان المملكه العربيه السعوديه يعني مؤخرا شفنا قد ايش انه السياحه جدا اتطورت، وحابين نتكلم عن الرحلات السياحيه في المملكه واكثر المناطق او اجملها او اجمل الوجهات السياحيه في المملكه. طبعا تعرف السعوديه من اهم الواجهات والمحاور خصوصا رؤية 2030. صحيح. من ناحية السياحة، من ناحية التراث، من نواحي أخرى كثيرة. فعلا. طب إيش أكثر منطقة أنت يعني هي محببة على قلبك بالنسبة للرحلات السياحية؟ جدة، الرياض، في كمان مناطق كثيرة بس اللي نحبها إحنا. ذكرت جدة والرياض. طيب جدة. جدة هي على الساحل يعني. طبعا. تمتاز بشنو؟ ببحرها. البحر اللي فيها، الشواطئ. كورنيش. ايوه، التمشيات، التراث. من نواحي اخرى. فيها فنادق. ايوه. كثيرة. ومطاعم سياحية. مطاعم سياحية. بيجوها ناس كثيرة جدا جدا. طبعا من كل البلدان. والمناطق. خصوصا بعد ناس تعمل العمره بتجي جده طوالي. ايوه. وتواصل سياحه كمان. طبعا. في ثاني معالم واضحه كده من جده؟ تقريبا التراث. فيها تراث، هاي فيها مناطق اثريه جميله. ايوه. جده بتمتاز. كمان برضو بتمتاز بناس الطيبين، ناس البشوشين يعني. أيوة. بقابلوك كده ببشاشه كده.
طبعا انا بشوف انه ده واحد من اوجه السياحه الممكن ترقب الزول يجي يعمل سياحه في جده مثلا. أيوه. مشاشه اهلها بتاعين طرفه كده ولا كيف؟ فعلا جديد. استاذه علا يعني طب نشوف اضافتك في موضوع الوجهات السياحيه في المملكه. ممكن اقول لك على اسمي علا العلا. ايوه بتحب العلا على اسمك. العلا على اسمي. طبعا العلا يعني كانت حاجه جديده شديده وجدا رائعه كمان بدوها كسياحه في المملكه، وكمان احنا لازم مسكناها كقطاع بقينا نودي السياح هناك. ايوه ايوه في نفس الوقت نوفر باكيجات سياحيه لجروبات او افراد. حلو. وهي هناك مطله على اشياء جميله جدا. عندك في التسلق عندها في نهايه العالم برضو قريب منها، تسلق في الهايكنج عند نهايه العالم، حافات يعني اللي هو حابين. طيب يعني نتعرف اكثر على مصطلح نهايه العالم، هو مكان طبعا بيطل على حافه، ممكن تكلمينا اكثر على المنظر علا؟ وانت ممكن تمشي شفتي حافه كذا انت ماشيه تحسي انه كان نهايه العالم. هي فعلا كان نهايه العالم، نهايتها ما في حاجه، منحدر جدا منحدر ومجوف من تحت، ما بتشوفي حاجه تحب بعدها، بس منظر حلو جدا. انا حقيقي زرت المكان ده وهو في غايه نهايه العالم، نهاية هو غايه العالم. في الجمال. الفكره انه يعني لانه الرياض بتمتاز بطبيعتها الجبال والوديان، فالفكره انه في كثير من اللي يعني يعشقوا دائما الطبيعه وكثير طبيعة، لكن اللي تكون شويه بتاعت مخاطر لانه بيخوف. صحيح بيخوف الموضوع. والهايكينج كمان ممكن تكلمينا برضو عن الهايكينج؟ الهايكينج بس للناس اللي بيحبوا يمشوا، ممكن اقول لك تحبوا تتسلقي وتمشي وتسوي تجربه جديده في حياتك، لان تتسلقي مرتفعات عاليه جدا وبرضو بتمشي المسافات طويله طبعا مع مدربينا. ايوه تبع الهايكينج وتبع المشي برضو يعني بوروكي الاماكن المفروض تمشي عليها، وبرضو الهايكينج بيكون معاكي مدرب طبعا بتمشي لحالك لانه ما معروف انت حتى فعلا وقعات والحاجات زي كذا فيها شويه خطوره. فيها شويه خطوره نعم فعلا. الكلام ده وين كله؟ في جهه المدينه هي العلا. العلا العلا وبرضو نهايه العالم تقريبا هناك. طيب بتقع وين بالضبط كده عشان في المملكه العربيه السعوديه؟ في الرياض. هنا في داخل الرياض. في الرياض يعني في مدينه الرياض. نعم العلا عند المدينه. نتكلم عن الهايكينج والمرتفعات. في مدينة الرياض. أيوة. مدينة الرياض كمان برضو بتمتاز بفنادق كثيرة جدا بالمناسبة. فعلا. وفيها كمان الدرعية برضو. أيوة. منطقة تاريخية. اللحسة والدرعية. أيوة. بيجوها ناس من أطراف المملكة ومن العالم يعني. هو فعلا لأنه طوروها بطريقة جدا حلوة هسي، فبيجوا الناس كثير بيجوا يفكروا يمشوا يستقطبوا المحلات دي يشوفوها فيها إيش ما فيها شنو حاجات زي كذا. بصراحة ما كذب عليك ما مشيت يعني، بس برضو كفكرة حلوة مستقبل إن نحاول نمشيها. وفيها كمان نشاط ثقافي برضو مش كذا؟ كان فيها مهرجان الدرعية. مهرجان الدرعية؟ والله ما سمعت عنه صراحة. يحصل في كل نهاية سنة تقريبا أو فترة معينة. طب أفيدينا بالمعلومات خلود. تقريبا هو يعرض فيه التراث، يعرض فيه الأشياء القديمة اللي انولدنا فيها، فهمت؟ يجددوا كل شيء مربوط بالتراث والعادات والتقاليد. أيوة. سواء اعمال يدويه، الحرف اليدويه طبعاً اللي كانت موجوده من اول قديما. يعني تقام معارض برضه حديثه. أيوة. يعني تجديد الهوايات القديمه او ومراسم كمان في التشكيلين برضه. انا شفت. أيوة. مراسم بيرسموا زي احياء للذكرى. ايوه زي ما قلت احياء للذكرى قديما. وفي ناس عندهم كمان مشغولات يدوية كذا بيعملوها. أيوة يدوية أكل جداً. يعني متنوعة من ناحية الأكل، شغل اليدوي من نواحي كثيرة. ده كلام جميل. طيب إحنا نمشي الكنترول نشوف محضر لنا شنو لضيوفنا ولمشاهديننا ونجيكم راجعين تاني إن شاء الله. شكرا للكنترول على هذه الأغنية الجميلة، ورجعنا لكم مرة ثانية في سهرتنا عن السياحة في المملكة العربية السعودية. ويعني من التقدم الملحوظ للمملكة العربية السعودية واستخدامها للحوكمة والإنترنت في كمان تطبيق وهو تطبيق روح السعودية. هذا التطبيق بيوفر كافة المعلومات والخدمات للسائح على مدار الساعة عبر
عبر منصتها المختلفة الناطقة بثماني لغات، بالإضافة إلى إنشاء مركز متكامل للعناية بأسائح من خلال الاتصال بالرقم الموحد 930 والحرص على توفير كافة المعلومات أمام المعتمر والسائح والعناية به عناية كاملة. أيوة فعلا انخفضت كثير من نسبة الإصابات المؤكدة كانت بكورونا وفي كورونا تحديدا في المملكة 95% انخفضت الإصابات الحرجة نعم. بسرعة كبيرة جدا، وده بدل على الخبرات الكبيرة اللي بتمتلكها المملكة العربية السعودية من شباب، يعني صحيح. طاقة شباب تنظيمية كبيرة جدا، بالإضافة أيضا إلى اللقاح. اللقاح أيوة نعم. يعني نحن بنتكلم عن تقديم أكثر من 61 مليون جرعة من لقاحات كورونا، اللي هي 24 مليون شخص تلقحوا وبالنسبة بجرعتين، وأكثر من 11 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة الجرعة التنشيطية. ففعلا السياحة في المملكة أكثر أمانا وملائمة للعناية على مستوى العالم. المملكة العربية السعودية قدرت إنه هي تثبت فعلا مكانتها وجدارتها في من بعد جائحة كورونا، يعني صورة بقت واضحة للعالم أجمع. كمان في إعادة تفعيل التأشيرة عند الوصول لمواطني الدولة المعتمدة للتأشيرة الإلكترونية أو لحاملي تأشيرة شنغن، نعم، أو الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة، لكن بشرط طبعا. بشرط انه يعني انه تكون استخدمت لمره واحده على الاقل، او يكون لديهم دخولهم عن طريق الناقلات الوطنيه السعوديه. ايوه ده ادى لسهوله كمان وصولهم، يعني وصول المحتمرين من خارج المملكه العربيه السعوديه الى منطقه الحرمين الشريفين. صحيح. وده شيء جميل جدا، يعني في تسهيلات وفي تطور ملحوظ يعني، والمملكه العربيه السعوديه قاعدة تستفيد من كل الأخطاء السابقة وبتجي تطبيقها في العمل بعد طوالي، وتراكمت التجارب وأصبح اليوم والمحتمرين كمان ماشيين في زيادة، والحجاج كمان برضو ماشيين في زيادة. ده بنشوفه واضح من خلال توسيع الحرم. الحرم توسيع الحرم ماخذ كل سنة بتوسع فيه أكثر وأكثر، وكل سنة بيستقبل كمية من الحشود. السنين الفاتت دي كانت شوية كده الكورونا عطلت كثير من الناس، ولكن السنة دي إن شاء الله هتكون سنة حافلة بكمية من الحجاج، كمية من السواح، وفي سياحة في حتات تانية، في سياحة ثقافية. صحيح. في سياحة ثقافية كمان المملكة العربية السعودية والرياض تحديدا، يعني فيها فعاليات جميلة جدا، جوها فنانين من كل ضروب الأرض، يعني طبعا. شفناها وشهدناها في موسم أيوة. الرياض، فهذا أكثر إقبال عليهم، يعني زيارات من خارج إلى هنا من ناحية الثقافية التراثية المناطق الجديدة من ناحية كل شيء، من ناحية التطوير حتى أكيد والأمان. هذا يعني هذا الأخير هو أفتكر من أهم مقومات السياحة الناجحة في كل دولة. طبعا أكيد مسألة الأمان، ونحن شفنا يعني من بعد جائحة كورونا على قد الأمان اللي احنا حسيناه في المملكة العربية السعودية، وتعاملها أيضا مع المقيمين والزوار وأيضا المواطنين. فعلا، لأنه قبل جائحة كورونا أصلا تبدأ، طبعا أنا ما كنت قاعدة في السعودية، كنت في محل يمكن إذا قلت لكم حتطردوني الصين. طبعا كنت في الصين وعشت في معقل نفس مكان الفيروس بالضبط من بداية الفيروس، كنت في الصين قاعدة، فبدت كورونا حتى وأنا موجودة هناك وعشت تجربتها كاملة نوعا ما. وبعد كذا دي عايزة لا حلقة يعني منفصلة موضوع جائحة كورونا في الصين، بس عشتها كلها وشفت النظام حقهم كيف، وكانوا جدا ستريكت في النظام حقهم وكيف انه حارب وحاولوا انه يقلصوا المرض ويقلصوا نسبته قد ما يقدروا على يحصلوا عدد فيهم، بس يعني بعد انتشر طيب. يعني بس الحمد لله لما جيت هنا يعني السعودية ان شاء الله في الاحترازات حقتهم الوقائية قدروا كمان، مع انه كانت في خسائر شويه كثيره، بس بدروا انه يسيطروا على الوضع، وكمان وبقى الوضع اكثر امان، حتى انه اخيرا تخلصنا من الكمامات. صحيح. العوده للحياه تطورت بطريقه جدا كبيره وملفت،
السعودية بقت جميلة ورائعة جدا. طب يعني شنو الفروقات اللي كانت واضحة بالنسبة لك بما انك قضيتي فترة خارج السعودية ورجعت ليها، شنو هي الحاجات اللي لفتت انتباهك؟ السياحة بقت ما شاء الله حرفيا اوفر هنا بالسعودية، يعني مسكت الموضوع بطريقة انه ما تسافر برا اصلا، تسافر ليه؟ ما يحتاج تسافر برا. هنا السياحه جدا، وكمان جايبين لك مغنيين حقين برا. ايوه معقوله. واكثر منطقه تحافظ على مواطنيها حرفيا وزوارها، فعلا جدا الامان عندهم هنا جدا عالي الحمد لله، وتنظيمهم حتى جدا رائع للاشياء دي، فتغيرت جدا وفتحت مناطق سياحيه اكبر واستقطبت زوار اكثر، وكلهم عايزين يجوا يشوفوا السعوديه فيها شنو. لانه في اداره رشيده، إدارة قادرة يعني متمكنة، قادرة تدير المسألة دي بصورة منتظمة بالشكل ده، بالشكل اللي احنا شفناه ده. طبعا نشكر كمان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على الرؤية حقته للسعودية مستقبلا، ومن هسي اوريدي شايفين الحاصل شنو، ولحد 2030 يمكن كمان تخلي اكثر زي ما بيقولوا. أيوة. كمان في كمية من الجزر على في البحر الأحمر كمان بتقام فيها مناطق سياحية طبعاً، مرشدين سياحيين فيها، مترجمين كل اللغات، يعني فيها يعني كيف أقول لك، فيه اهتمام بال فيها اهتمام من كل النواحي وبأدق التفاصيل. طيب الاهتمام ده والتطور ده وفر وظائف كبيرة وبشكل واسع جدا، وفر وظائف طبعا للشباب وخاصة كمان بيجي كمان للشابات ما شاء الله. يعني اول ما كانوا كثير داخلين في الوظائف اكثر شيء شباب شباب شباب، بس الحين بقى خلاص الوضع واحد. يعني كمان فيها توظيف للشباب طبعاً. يعني ايوه طبعا أيوة. مرشدات سياحيات ومرشدين سياحيين يتكلموا بجميع اللغات كمان، والتنظيم كمان في بنات وفي اولاد كله، وفي سائقات وفي سائقين ما شاء الله فعلا، واكثر طلبيه عليهم الان على العنصر السائقات. ايوه قالوا شيء جديد. ايوه في مرشدين كمان برضه كمان مرشدين سياحيين. ايوه موجود مرشدين سياحيين، يعني يكون على درايه كامله بالمحل اللي راح يرشدوك عليه على حسب. السعوديه فيها مؤسسه اكاديميه مهتمه يعني بدراسه الحاجات دي. ايوه اكيد فيها طبعا قديما تقريبا. ايوه يعني ماشي، يعني احنا هسه نقدر نقول انه السعوديه هي من اكبر الدول سياحيا في الشرق الاوسط، ممكن نقول ايوه هذا الشيء اكيد. ايوه لكبر من نواحي ثانيه كمان، لكثره المناطق الاثريه في المملكه العربيه السعوديه كويس، الاجواء المختلفه. يعني احنا جايين للطائف، الطائف دي انا بشوفها خضراء يعني كده متوشحة بثوب أخضر كذا، جوها الرائع، بيصيفوا فيها الناس، يصيفوا، شتاءها جميل يعني حتى ما في مناطق ثانية، يعني جوها الخلاب الجميل، مناظرها الطبيعية. طيب نحن لو جينا قسمنا المناطق السياحية على حسب فصول السنة، يعني خلينا نتكلم عن الصيف، في الصيف إيش هي أفضل الوجهات في المملكة العربية السعودية؟ تبوك والطائف طبعاً، أمسكوا من الجو أبها. تبوك وطائف وأبها. أيوة. طيب إيش أحلى الفعاليات اللي تكون موجودة هناك أو الأنشطة اللي ممكن نحن نجربها فترة الصيف هناك؟ بالنسبة لتبوك أعتقد إنه لحد الآن عندهم القريات الصغيرة اللي بانينها وما أعرفه، في نيوم تقريبا برضو. أيوة قرية المستقبل. أيوة قرية المستقبل وعندهم نيوم، فهي برضو تجربة جميلة إنه الواحد يمشي يشوفها هناك، وفي نفس الوقت يشوف الطبيعة حقت تبوك في الصيف ويستمتع بجمال مطاعمها الجميلة وأكلاتها. كل المنطقة طبعا تختلف أكلاتها وكل شيء، كمان أكلها جميل. تبوك على الكورنيش كده، على امتداد الكورنيش، أماكن أثرية والكورنيش على طول كده معمول بطريقة جميلة، أصلا هي مهيئة لأنها تكون سياحية، حتى شكلها وخريطتها عموما مساعدة في المسألة دي، انه دي ينبع مش تبوك. ايوه ينبع برضو عندها وضع خريطه كده. أيوة. كل الكورن على 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 مدار الكورنيش فعلا فيها مناطق سياحيه برضو. فعلا هو بس ده انا يحس انه اكثر شيء ترشح للناس اللي بيحبوا يتغيروا جوهم
غير شوية تصفية الدهن وكذا، مو فعاليات أكثر يعني. الناس بحب الثقافة أكثر يعني، تحب تشوف المناطق الأثرية والثقافة وتدرس عن السعودية قديما وعن التاريخ والطبيعة والأشياء ذي كذا. فدي أكثر شيء يرشح لها الناس المهتمين بالقطاع هذا يعني من الأماكن. طيب السعودية عندها تحدي إنه تصل لـ 100 مليون سائح سنوياً. وسوف تصل. سوف تصل. بسبب تطوراتها بإذن الله. حسب التطورات اللي أنا شايفها دي وحسب الشغل في السياحة على السياحة ده، أنا متأكد إنها حتصل في أقل من الوقت المحدد لها يعني. واللي نشوفه إحنا الحين طبعاً. أيوة. تطوير في كل مجال في كل قطاع. صحيح. ونحن بنتكلم على التطوير وبنتكلم عن السياحة طبعا، ما ممكن ننسى موسم الرياض اللي خلص يعني بقاله شوية، ويعني معدل السعادة انخفض تماما في الرياض طبعا. ولكنه بدأ طبعا في جدة ويحظهم بموسم جدة. فنتكلم عن موسم الرياض أيضا واستقباله للسياح من كافة المدن العربية وأيضا الأجنبية. شفنا كثير من الحضور، وشفنا كمان كنا متخوفين لأنه كان أول سنة للعودة للحياة الطبيعية كمان من جائحة كورونا، لكن يعني فعلا على قد ما تخيلنا ما تخيلنا. طبعا كان أجمل شيء بعد جائحة كورونا كشيء جديد. فعجبنا من جميع النواحي كفنانين، كشيء جديد يدخل للسعودية أو الرياض أو جدة. صحيح. ايوه انا ما حضرت موسم الرياض، بس حسب اللي سمعته واللي شفته فاتك صراحه. فاتني نص عمرك ضايع. فاتك ماشي. احصل حق جدة. لازمك في جدة الحين. رايحه احصل حق جدة. تحصلون اول اثنين هناك. لانه موسم الرياض السنه دي يعني كان موسمين في موسم واحد. صحيح. سبب الاقبال عليه. ايوه اقبال كبير عليه جدا كويس. فيه مجموعه كبيره من المسرحيات اللي حضروها كميه من الجمهور، فيها كميه من الفنانين العالميين حضروا عمل عروض داخل مسارح المملكة العربية السعودية الأنشئت خصيصا لفعاليات موسم الرياض. موسم الرياض كان يتحدث به والعالم كله يعني من مختلف البلدان جوها. أيوة. كحلو كشيء سياحي جديد علينا. صحيح. وانبسطوا جدا من التجربة دي بسبب التسهيلات والخدمات اللي مقدمة للسياح. أنا يعني لو اديتوني فرصة كمان أشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، خادم الحرمين الشريفين ولي عهده والقائمين بأمر الفعاليات. أتاحوا فرصة كمان للفنانين السودانيين أستاذ محمد الأمين، أستاذ حسين الصادق، والأستاذ نانسي عجاج، وهم يعرضوا في واحد من المواسم، وكانت حفلة جميلة، حفلة رائعة جدا. دي علاقات قوية جدا. صحيح. علاقات متينة ما بين المملكة العربية السعودية والسودان. شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. صحيح. وبإذن الله يعني في المواسم المقبلة نحن موعودين بكل ما هو يعني جديد ومتميز في السياحة. وكان اللوجو لموسم الرياض 2022 تخيل أكثر، فنحن صراحة ما متخيلين ممكن في الموسم الجاي 2023 يعني ما في مجال نتخيل أكثر من كذا من كثر الفعاليات الجميلة اللي شفناها والتنظيم اللي الكل أشاد به في كافة القطاعات. ومن ضمن المعلومات السياحية للمشاهدين اليوم بتكلم عن سهولة وصول المعتبرين من خارج المملكة العربية السعودية إلى الحرمين الشريفين. الطائف وجدة على مسافة قريبة جدا، ساعة بالسيارة من مكة، كما ترتبط بمكة بالمدينة عبر القطار. يعني دي من الأشياء الجديدة كلنا متحمسين لها جدا جدا. وهذا القطار بيسهل أيضا زيارته بالقطار جدة والطائف.
وأيضا قرب المسافة من مكة والمدينة إلى الوجهات السياحية السعودية، وتنوع كمان وحدات السكن في مدينة جدة، والتي تتيح للمعتمرين والسياح تجارب متنوعة. تتميز مدينة جدة بالعديد من الفنادق والمنتجعات والأجنحة الفندقية التي تزيد عن 384 فندق. ده كمان في رؤية 2030 من ضمن أهدافها الجميلة جدا تغيير مفهوم السياحة الداخلية التقليدية وجعلها منافسة للسياحة الخارجية لتحقق صناعة سياحية عالمية، ودي من الحاجات اللي احنا هسي قبل شوية ذكرناها إنها فيها فائدة عظيمة جدا لاقتصاد البلد كمان، وكمان للمواطن شخصيا باعتبار إنه هي ممكن من خلالها يتوظفوا ملايين الشباب اللي ممكن يشتغلوا في السياحة في التطور ده. صحيح. وتحتل المملكة العربية السعودية موقعا استراتيجيا مهما نظرا لامتداد موقعها بين بحرين وقارتين، ومما تميز به مما تتميز به من مناظر طبيعية، إلى جانب عوامل جذب أخرى تاريخية وثقافية ودينية الأثر الإيجابي على سياحة المملكة. دي كلها يعني حاجات ممكن تلفت النظر، ونحن شايفين الإعلام ونشوف شايفين في السوشيال ميديا مناظر جميلة، مناظر عيد ترميمها من جديد. صحيح. أصبحت مهيئة تهيئة كاملة للسياحة، وده خبر جميل، ونحن كل يوم بنشوف منظر بتهشنا زي ما قالت دينا فعلا. إنه أتخيل أكثر، وكل ما نتخيل بنلقى إنه نحن ما قدرنا نتخيل. إن شاء الله ربنا يوفقكم إن شاء الله يا رب، وما شاء الله تبارك الله عليه. يعني نحن من زمان بنعرف المملكة العربية السعودية ومشهورة بالسياحة الدينية وقدرة العالية في إدارة الحشود، وشفنا كثير من الصور الإنسانية جدا في مواسم الحج في التعامل ما بين رجال الأمن والحجيج، وشفنا كثير من الصور الفعل الجميلة وبتظل عالقة في الذهن. المملكة العربية السعودية مستقبلها في السياحة بالتأكيد هي حتكون وجهة لكل العالم لتنوعها واختلافها، وكمان يعني نحن بنتكلم على المملكة العربية السعودية في هذه المساحة الشاسعة اللي بنشوف في كل منطقة فيها بتختلف. يعني بتكلم عن منطقة العلا اللي فيها الكثير من الكثبان الرملية والأراضي الصحراوية، وبنمشي على المناطق الساحلية وبنلقى البحر و الشعب المرجانية وكل المأكولات البحرية الجميلة، نمشي كمان على الطائف وعلى طريق الهدى والهندسة العمرانية الجميلة جدا في الطرق والمواصلات. يعني فعلا المملكة العربية السعودية بتدهش كل السائحين وحتى كمان المقيمين في المملكة العربية السعودية. يمكن يكون في العشر سنوات الأخيرة شهدت تطور واسع جدا في كافة الأصعدة، ويعني نحن الآن في صدد استقبال المعتمرين، معتمرين بيت الله الحرام، والجالية السودانية طبعا معروفة بحبها الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم والمناطق المناطق الدينية هنا في المملكة. وأفتكر ممكن نطلع مقطع فيديو أو صور لمكة والمدينة ونرجع لكم. أرجع صور، عندنا صور. طيب نشوف المادة دي و هي الأراضي المقدسة، هي غير الاستقبال للأراضي المقدسة أو الحجاج أو المعتمرين، كمان هي بتستعد كمان لاستقبال كمية من السواح من خارج، بدليل انه التأشيرة السياحية برضو كمان هي يشتغلوا عليها شغل كبير جدا، وان شاء الله حتكون سهلة جدا، وحتكون كده نحن نشوف المادة اللي حيعرضها لنا الكنترول ونجيكم نتكلم عن التأشيرة السياحية. مشاهدين شكرا للكنترول، المنظر جميل والأغنية جميلة، شوقنا للحرم، شوقنا للعمرة والأماكن الروحانية، مكة والمدينة. يا سلام،
شكرا شكرا للكنترول. صحيح. وبالمناسبة بنحب نذكر المشاهدين انه هذه السنة في المدينة المنورة مسجد قباء حيشهد اكبر توسعة في تاريخ المملكة. وهنيئا لكل زوار بيت الله الحرام في هذه السنة. في كثير من الخدمات الجديدة اللي كلها بتصب في خدمة وتسهيل أمور المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وكلها طبعا جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة في التطور في هذا المجال، وليهم الشكر والتقدير حكومة وشعبا. شكرا كمان برضو للشباب، الشباب العمل وبحوث حول السياحة والإدارة، وانتم كإداريين برضو كمان لو ما في إدارة زي ما قلت لكم رشيدة ما كانت ممكن تدير المسألة دي وتوصيل المراحل دي، ولسه ماشي يعني بترتيب وتنظيم جميل جدا. وجهة نظركم لقدام حتكون كيف؟ أتخيلوا نتخيل؟ تخيلوا لأبعد. طبعا قصدك السياحة حتكون كيف في المملكة؟ أيوة. أوكي. يعني هو صراحة من يوم الحصل والجدية ونهاية العالم بحيث تحس إنه ما تقدر تتخيل حيسوي شنو أكثر من كده. وأسف في جدة عندنا الملاهي اللي في الموية في البحر طبعاً في موسم جدة حيبدأ، فتتخيل شنو أكثر من كده. والله في لسه كمان يعني هم طالما قالوا إنه حيكون 100 مليون سائح معناته في شغل أكثر. شيء عظيم. أبها من المناطق الجميلة جدا، أبها فيها مناظر فيها جو جميل طول العام، فيها زراعة جميلة، ممكن تكون منطقة مهيئة وهسه هم شغالين فيها كمان، ومنطقة طبيعية جدا. أيوة. بسبب جوها ومنطقة جبلية تقريبا. أيوة صحيح. فأكثر الزوار يحبون زي ما تقول المناطق الطبيعية، الأجواء الطبيعية، الأشياء اللي زي كذا تجذبهم زيادة. حتى المناطق الطبيعية دي يعني اتبنت حوالينا فنادق، أي حاجة بتريح السائح. صحيح. كمان دي عملوها في المناطق الطبيعية وجعلوا من المناطق الطبيعية مناطق سياحية عامرة بالناس، عامرة بكل ما يعني كل ما تحتاجه أنت كسائح بتلقاه موجود. فعلا عشان كده زي ما قلت انه ما في داعي حتى تسافر برا وتلقى السياحه هنا في السعوديه. صحيح. يعني واحنا بنسافر برا زمان عشان نشوف المناطق السياحيه خارج المملكه ونروح نتفرج في الاماكن الحلوه والطبيعه زي ما بيقولوا الشلالات والبحيرات، بس حاليا هسه زي ما تقول في ابها في تبوك بقى متوفر وحلو كمان تشوفها في المملكه. لا واللي احلى عندك انه كل بلده تمتاز بشيء، مثلا عندك. صحيح. المدينه مكه تمتاز ببلد الحرمين الشريفين، عندك أبها بجوها بمناطقها الطبيعية، فكل منطقة تمتاز بشيء. صحيح. يميزها عن غيرها. طيب فعلا. إحنا في مناطق سياحية في مناطق هنا في المملكة العربية السعودية عند الكنترول كده نشوفها، عندنا صور نستعرضها الكنترول، يا ريت الكنترول لو تكون جاهزة عنده مناطق في داخل المملكة العربية السعودية. الله. دي واحة الإحساء، واحة الإحساء يعني مليانة الصورة تتكلم. أيوة الصورة تتحدث يعني النخيل معروفة طبعا بالتمور. أيوة طبعا بالطبيعة بالأشجار. صحيح. ده مركز الملك عبد العزيز الثقافي تقريبا، نشوف هنا روعة التصميم. أيوة. الهندسي والإبداع بالضبط. لوحة من الجمال يعني لوحة جميلة جدا. كمان جزيرة المرجان، جزيرة جميلة في البحر الجميل. أيوة. جزيرة المنظر المرجان. الخلاب ده تخيلي متحف الفلوة والجوهرة للتراث. جميلة جدا، من القطع التراثية الجميلة القديمة. قلعة تاورت، قلعة جميلة. وبنشوف كمان يعني هو متحف بكل ما هو عتيق وقديم، يمتاز بأشياء وذكريات منذ صغرنا. بالضبط كذا.
دي مناطق جميلة جدا، مناطق هي جاهزة للسياحة، أصبحت جاهزة للسياحة. صحيح. من آلاف السنين. مهيئة لكل سائح يعني. طيب نحن رجعنا تاني صحيح. طب أنا يعني أنا حابة إنه أستفسر عن أنتو كإداريات، بنشوف السياح أو السائحين يعني إيش هي أكثر التساؤلات أو الأسئلة اللي بتقدم لكم؟ بتقدم لنا إنه طيب المحل اللي بنمشيه جيك كجروب مثلاً عايزين نمشي مثلاً العلا، بيجوا بيسألونا طيب الجو حق العلا كيف، حار بارد، طيب إذا مشينا هناك التنظيم كيف، طيب إحنا حنشوف شنو هناك، إيش المميز في المحل ده، عندكم فعالياتكم شنو بالنسبة لنا إحنا كجروب حناخد هناك أسبوع، طيب نهاية العالم حنمشي وين، عندكم مدربين للهايكينج، عندكم منظمين للموضوع ده كله، فدي الأسئلة اللي بتجينا أكثر شيء. طب شنو هي آمنة مو آمنة؟ طبعا أهم سؤال، آمنة الموضوع مؤمن. آمن للعائلة ولا مو آمن؟ أيوة، لأنه العلا طبعا نهاية العالم فهي حافة وتحتها مجوف، تعرف الموضوع مع الأطفال الصغار طبعا، فكيف بيكون طيب؟ طبعا 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 ما راح أخلي أحد يقرب لهذيك المرحلة، إنه درجة إنه يتفرج من هناك، وخاصة إذا كان في عائلة ومعاها أطفال، حتى لو كبار برضو ما بيخلوهم يقربوا، لأنه في أكثر من حراس أمن يكونوا متواجدين. أيوة. مع الأهل. أيوة. متواجدين. أيوة. وخاصة إذا كان الموضوع عبارة عن باكج للسياحة كامل، حاجزوهم حاجزينه جروب من الناس، في الباكج هذا بيكون فيه أحيانا متوفر بودي جاردز على أساس إنه إذا حصلت أي مشكلة يحاولوا يتفادوها ويتلافوها. جميلة. أو من ناحية الإمرجنس أو الحالات الطوارئ. صحيح. أو أيوة مسعفين. أيوة مسعفين. يكون موجود مسعفين مع الطاقم. وفنادق. ومن ناحية كل شيء يعني. نحاول نخليها بأحسن صورة. على أساس إنه السائح يرجع مرة ثانية وثالثة. ما شاء الله يعني. صحيح. دعني نشوف دور التسويق في السياحة. التسويق بيتم كيف؟ من ناحية باكج نعرض، نشوف الشيء اللي يريحه، الشيء اللي يبغاه، من ناحية المناطق مثلا سياحية تراثية إسلامية، نشوف اللي في باله ونسويه من كل النواحي. لكن لازم لابد من إنه يعني نحن موجودين داخل المملكة العربية السعودية، قد نتلمس بعض الحاجات وما كل الحاجات اللي ممكن نحن نتلمسها. لكن في ناس كمان برا محتاجين انهم يعرفوا انه في السعوديه ايش فيه يعني. طبعا من عباره عن التصوير. ايوه اذا طلعنا مثلا جروب من الناس، عندنا خدمه كمان نوفرها اللي هي تصوير الرحله كامله اللي هو الباكج، فيديو. ايوه فيديو، صور ملتقطه، فزي كده بتعرض على حسب العميل اذا هو كمان راضي انه عادي الاشياء دي تتعرض ولا يكون خاصه فيه، ولا تتعرض اكيد بينزل. أيوة. في موقعنا وبينزل في أكثر من محل يشوف الصور وبيعرض للعالم المحل ده كيف جميل. إذن السوشيال ميديا واحدة. أيوة. من الأدوات اللي ممكن إحنا نسوق بها تسويق جيد يعني. أيوة. وغير التسويق حق السوشيال ميديا عندنا المسوقات الشخصيات. أيوة. أيوة. بتكون ملمة بجميع الأسئلة، يعني أي سؤال يجيها من العميل أو الشخص اللي عايز يطلع للسياحة تكون عارفة تجاوب عليه، تحاول تقعد معه تعرف هو عايز شنو، باله إيه، تداير منطقة سياحية طبيعية نوديك أبها، عايز شوية مغامرة نوديك محل ثاني العلا، عايز أكثر من كده نهاية العالم. على حسب أنت بتشوفي مخ الشخص. طب كيف يعني كيف بيكون إقناعك بالنسبة للسائح لوجهة محددة؟ يعني أنا مثلا بحب جدا البحر، فتقريبا الوجهة هي جدة، فأنت كيف حتقنعيني بأنه أنا أطلع معاكم رحلة لجدة؟ بقدم لك عرض حلو خفيف لطيف كده، أسعار معقولة، أسعار جدا معقولة طبعا، بتوفر لك جميع سبل الراحة على الفندق على الأكل، نعرف كمان أنت طيب الاستقبال حتى من البداية للنهاية لين سفرك. دي نقطة مهمة ويعني محتاجين إنه إحنا نتكلم عنها، فكرة التنظيم واستقبال ضيوفكم للرحلات كيف بيتم، ممكن تكلمينا عنه؟ بجودة عالية والسرعة يعني ما في تأخير، من قبل ما توصل يكون منتظرينك، السيارة مستنيتني. أيوة. كمان إيش من ناحية ثانية كمان الموظفين ترتاحي لهم، فهمتي، من نواحي ثانية التعامل الجميل. أيوة. حتى اللهجات يعرفون كل اللغات. يا سلام. أيوة. طب يعني هل في شروط
شروط لإيش؟ يعني شروط تمنع مثلاً الانضمام لرحلة معينة أو في اشتراطات معينة قبل التسجيل للرحلة. العمر ممكن تقول يعني أقل من 18 طبعاً ما يقدر يطلع لحاله. بس أكثر من كده لازم مع مرافق. أيوة مع مرافق. وقبل كده المسوقات حتى يمسكوا الشخص يعرف إذا تكلم لغة ثانية. أكيد عندنا الستينج عندنا جميع اللغات إحنا الحمد لله في الباكج حق التنظيم حقنا عندك اللغة اللي تناسبك يفهم معاك انت متى بتجي ينظم لك الرحله كامله من تجي من المطار استقبال من المطار على الفندق المريح ايوه الفندق اللي قريب من كل ايوه القريب من كل الفعاليات زي كذا نجي نوديك الفندق تقعدي تاخذي راحتك بعد كذا ننزلك تحت الضيافه الاكل تاكلي وكذا بعد كذا بيكون معاك مرشد سياحي يوديك الاماكن الحلوه اللي في البحر الاحمر إدارة مسهله من كل النواحي أيوة. أيوة. وسريعه جدا موزعه بتوزيع جيد ومرتبه يعني من المطار بيستلموك انت كسائح أيوة. ويس لحد ما تصل الفندق لحد ما يجي معاك مشرف بتبادلوه من مستقبل لمشرف وده ذاته واحد من الحاجات اللي ممكن تساهم في التسويق ومن اسهل الاشياء أيوة. لقيت انه في بشاشه زي دي وفي احترام وفي توفير كل الحياه دي كمان ايوه دي واحده من الحاجات اللي ممكن برضو تسوق لي انا كسائح طوالي ممكن امشي اكلم الغير يعني ايوه ونستقبل طبعا الشكاوي حتى غير الشكاوي نستقبل الشكاوي والاقتراحات كمان عادي جدا يعني ممكن السائح يجي يقول لك طيب انت بدل ما تجيب لي الاكل كذا كان جيبوا لك يعني عادي جدا تسمع كلمات كثير نتعلم منها انه نتلافاها في المشكله الثانيه وانا اعوض بطريقه ترضي لانه في النهايه هو بيعرض وجهتنا يعني بيعرضنا نحن اكيد طبعا الناس بيتكلم انا طلعت مع الفريق الفلاني عملوا لي كذا عملوا لي كذا فلازم نرضيهم فبتستقبل الاقتراحات بكل رحابه صدر وكمان ونحلها بتاخذوها على عين الاعتبار ندرسها طبعا ونحلها. طبعا نحاول نحلها ثاني في التسويق للسياحه برضو كمان عبر البرامج التلفزيونيه في الاعلام برضو كمان طبعا في كميه من البرامج التلفزيونيه قاعده تعرض مناطق سياحيه في التلفزيون في التلفزيون او السوشيال ميديا يعني الحين كل شيء متوفر عندنا نقدر نشوفها من كل برامج خصوصا الانترنت التلفزيون هذه الاشياء قربتنا لنا كل شيء في صفحات خاصه كذا برضو كمان صفحه هيئه السياحه نفسها هيئه أيوة. السياحه حرفيا بس غير هيئه السياحه حرفيا الناس حرفيا هسي تفكيرهم انحدر على ايش المشاهير المشهور الفلاني طلع العلا ايش صور هناك صور ورا العالم انه المكان ده فيه كده وفيه كده وفيه هذا الشيء سهل لنا بسهوله تامه يعني واريحيه فعلا اذا عند الاستقطاب ممكن عن طريق المشاهير او احيانا يجيك الاعلانات طبعا اللي بتحصل على الطلعات اللي زي كده كميه من الفنانين اللي وصلوا السعوديه بيتكلموا في صفحاتهم الخاصه وبنعرف انه احنا صفحات الفنانين يعني تكون متابعة بشكل كبير جدا هم قاعدين يتكلموا عن المملكة العربية السعودية بشكل لطيف وباللي شافوه واللي اندهشوا بيه هم قاعدين يتكلموا انه ما متخيلين انه السعودية انه تكون بالجمال ده يعني فدي كثير من الفنانين دي برضو بتكون ساهمت في التسويق يعني وده بيرجع كمان للفعاليات اللي اتعملت عشان برضو كمان تجيب الفنانين وتعاملنا معاهم طبعا ايوه وتعاملنا معاهم ايوه يؤدي دور كبير صحيح من هذا الكلام وهذا الشيء بسبب تعاملنا والتنظيم صحيح هذه هي يعني التنظيم هو اساس دائما هو الدور المهم واللي سهل لنا كل شيء صحيح طيب يعني نحن لما نتكلم على التنظيم مش بس تنظيم الرحلات ولكن ايضا تنظيم المعارض والفعاليات برضو هو جزء من فكرة التنظيم والفعاليات التي تقام في المملكة العربية السعودية وكمان بالتحديد في الرياض بما إنها العاصمة. طيب إحنا أوكي طيب عندنا في تنظيم المعارض والمؤتمرات أكيد مسكتها الأخت عندنا لكن تنظيمنا عن المعارض والمؤتمرات إلا يكون في شيء جدا يعني كبير upcoming نقول events عرفتوا مثلا أحيانا الأطباء عندهم مؤتمر طبي ممكن نقعد مع الأساس حق المؤتمر نفسه نعرف أصلا فكرته إيش للمؤتمر ممكن مثلا يكون حق أسنان فنعرف already كيف نسوي الترتيب حق المؤتمر تبع له مع هدايا مع تصوير مع برضو منظمين الضيافة والشاشات كمان أيوة تنظيم كامل انت بس اعطينا المكان ونتكفل بالباقي ونحن نتكفل بكل شيء يعني حتى هو يجي كانه ضيف
مجهز لكل شيء. هذه مسؤولية مش سهلة طبعا أبداً. والاهتمام بالتفاصيل فيها مهم. شفتي مهرجان الكتاب؟ أكيد. شفتي معرض الكتاب؟ أكيد. شفتي التجهيزات من الاستقبال؟ صحيح التنظيم. أيوة. فعلا ده واحد من برضو من أوجه السياحة الجميلة جدا، إنه إحنا كيف نعمل معرض كتاب بالصورة دي. نستقطب العدد الهائل ده من الزوار. صحيح. وبالإضافة للتكنولوجيا لعبت دور كبير جدا في استقبال الناس. طبعا الدخول بالباركود. بالضبط كده. صحيح. الدخول بالباركود كمية من الحياة المدهشة يعني جد يعني. والسعودية بتلتقط أي شكل إلكتروني جديد بتحاول تطبقه بأسرع ما يمكن، وده أفتكر إنه ده التطور الحقيقي على المملكة العربية السعودية. إيه رأيكم نمشي سياحة ونجي؟ يلا يلا نمشي الكنترول ودونا سياحة. رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية في هذه الحلقة الجميلة اللي بنتكلم فيها عن السياحة وإبداعات المملكة العربية السعودية في استخدام المناطق والتراث لنشر المملكة العربية السعودية وصورتها الجميلة بالأصالة والاحتفاظ بالأصالة وأيضا الحداثة. شفنا كثير من الفيديوهات عبر الكنترول اللي فعلا ترجمت جمال وطبيعة المملكة العربية السعودية، وتكلمنا كمان عن التطبيقات الحديثة المستخدمة وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا واستفادة المملكة منها، وتكلمنا كمان عن موسم الرياض وكل ما يحتويه من فعاليات. وأخيرا خلينا نتحدث قليلا عن ما هو جديد وسيكون قريبا جدا، وهو موسم جدة. أيضا كل العالم مترقبة موسم جدة من بعد ما شفنا الإبداع في موسم الرياض. فكلمونا عن موسم جدة بما أنكم قائمين على تنظيم فعاليات موسم جدة. طبعا موسم جدة المرة دي طالع بشكل غير عن السنوات السابقة، لأنه أول حاجة الملاهي المائية. الملاهي المائية اللي حتكون داخل الموية حاجة جدا رائعة جديدة. مهرجان الأنمي عشاق الأنمي طبعا أكيد لهم جمهور واسع جداً طبعا جدا. الأنمي كله مهرجان كامل حق الأنمي تابع، وبرضو الحديقة البرية يا سلام اللي حتكون تابع للحيوانات وكذا، الحديقة البرية، وعندك كمان الكيبوب. الجميع يحبوا الكيبوب. صحيح. أيوة حنشوف بي تي إس والكيبوب والأشياء زي دي. طبعا حيستقطبوهم بطريقة كبيرة وجمهورهم حيكونوا جدا كبير، لأن السعودية معروف يعني حياخدوا من هنا من الرياض كلهم حيجوا عشان يمشوا يحضروا طبعا الفرق الكورية. أيوة. الفرق الكورية قدر شنو شعبيتها وشهرتها. أيوة. من جميع أنحاء العالم غير الفنانين اللي جايين من خارج السعودية. فنانين من الخارج كثير حيحضروا الفعالية حقت موسم جدا اللي حتبدأ إن شاء الله يوم 3/5. يا سلام. أيوة ثالث يوم العيد. السينما برضو كمان واحدة من الواجهات السياحية الجميلة جدا يعني، والسعودية اليوم تمتلك مجموعة كبيرة من دور السينما. أيوة. وبتعرض آخر الأفلام بشكل منتظم وشكل مرتب. قد تكون جائحة كورونا شوية أثرت على جمهور السينمائي، لكن بعد ما خلاص الاحترازات اتفكت الجمهور تاني رجع يشاهد الأفلام. مرة متحمسين على هذا الشيء. على أفلام وعلى أشياء، وخصوصا أنه الأطفال عندهم أفلام خصيصة لهم، والكبار عندهم مو كلهم في شو اسمه صحيح. أيوة يعني كل واحد له حسب الأعمار. أيوة. والسينما المتنقلة كمان يعني هذه جديدة ممكن تكون نسبيا في المملكة العربية السعودية، السينما المتنقلة، وشفنا إقبال عليها جدا. السينما المتنقلة معناك الجيل ده محظوظ مش كده؟ أحسن مننا جديد. محظوظ شديد يعني. أحسن مننا إحنا الحين جيل جديد خلاص. أيوة الجيل اللي بعدكم برضو كمان حيكون محظوظ. محظوظ أكثر وأكثر. أكثر. هذا ولسه إحنا بداية السنة. طالما في تطورات زي دي. صحيح. فعلًا. لكن كويس جدا إنه يعني إحساس الشباب اتجاه إنه يطور في السياحة ويتعلم عن السياسة. ده برضو يعني دي محمدة كبيرة جدا للشباب. يعني خلاهم انه يفكروا تفكير في مشاريع تانية يعني. صحيح دائما بيجوا يفكروا خارج الصندوق. بالضبط كده. كمية من الشباب عملوا مقاهي، عملوا مطاعم يعني، ونجحوا نجاح مختلفة كمان. بالضبط كده. ايوه حتى بنلقى حتى في تحسن من الاقتصاد زي ما قلت انت. بالضبط كده. ايوه تحسن كبير.
في مطاعم متحركه برضه متنقله. ايوه ومقاهي متنقله في البر بتلقاها. دي برضه ادت شكل جميل جدا للمدينه، المشروعات الصغيره وتحفيز الشباب على يعني صحيح. رياده الاعمال صحيح، مشاريعهم ايوه بيعملوا مشروع كانت في جميلة. في رياض بس ولا في لا في كل أنحاء العالم، يعني نحن بنتكلم عن ممكن تكون ثورة للشباب في ابتكار ريادة الأعمال. وصراحة يعني أنا المعجبة به هو أكثر أنه تركيز المملكة العربية السعودية في العنصر النسائي وتوظيف العنصر النسائي. ممكن يكون دردشنا تحت الهواء عن اهتمامكم بجانب النسائي وتوظيفه في كافة المجالات، حتى في يعني بيقولوا الكلام حلو في خشم سيد علا، فكلمينا عن استقطاب الفتيات في التنظيم والفعاليات. أيوة طبعا احنا في التنظيم حق موسم جدا ان شاء الله، فطالبين بشكل كبير وخصوصا كمان في البنات عشان شوية يعزز ثقتهم بنفسهم ويطلعوا على الأكثر وكده ويطلعوا إبداعهم الداخلي. فطلبنا من المنظمين يكون العدد الأكبر بنات، طبعا شوية نحن دخلنا عنصريتنا، العدد الأكبر بنات، وبرضو في السائقين طالبين سائقات بنات. ومن ناحية كمان التنظيم، أيوة من ناحية التنظيم احنا طالبين أوريدي بنات بشكل أوسع وأكبر من الأولاد، يعني هو الأولاد داخلين في جميع القطاعات. أيوة صحيح. ما نقدر ندخل فيها كلها، بس البنات في هذا الشيء ممكن أطلع الإبداع الداخلي داخلهم. ده كلام جميل. أيوة في نفس الوقت برضو السائقين، يعني هي اوريدي حتكون سايقه السياره وحاسه نفسها ملكه زي ما بيقولوا. ايوه حتكون سائقه ان شاء الله. فرص تحفيز لدى المراه حتى بالثقه بنفسها صحيح. نلقاهم في المتاجر في المطاعم في كل مكان. ايوه حاليا الناس دخلوا في اي حاجه مو زي اول. ايوه دخلوا في اي حاجه حتى في البادي جاردات صحيح. في البادي جاردات ما اكذب عليكي اولاد لانه شويه البنات لسه نخاف شويه لسه الفكره لسه، يعني ما البودي جاردات طويل عريض ويعرف شكل الناس، بس البنات في مواصفات. ايوه لكن يعني عندهم الحين سوق الرجال في البودي جارد. ايوه لانه شويه متعب وكذا، بس هي ممكن في التنظيم حلو تعرف تنظم البنات، تقدر تتعامل مع البنات بطريقه الطف خصوصا بالجانب الحريمي. ايوه في جانب الحياه تتعامل معهم بطريقه الطف وتقدر تفهم منهم وتوجههم بطريقه حلوه وجميله. وفي نفس الوقت السائقات عندهم لباقه في الكلام وشكل حسن حضور وجميلات ان شاء الله، واداء العمل على اكمل وجه. ايوه اداء العمل على اكمل وجه بالضبط. هذا في السائقات تاخذ اريحيه، المراه تاخذ اريحيه لما تكون مع مراه ثانيه مثلا. في بعضهم ما يرتاحون ابدا اذا كانوا مثلا مع سائق رجل او منظم رجل او كذا، صحيح اجنبي يعني نوفر من الجهتين. فهذا شيء يعني بيكون في راحه في التعامل بالنسبه للضيوف والزوار. طبعا اريحيه كامله. والله يا اخي الونسه معاكم جميله، والسياحه في السعوديه لو جينا تحدثنا عنها في حلقات كثيره ما بنقدر نوفيها حقها طبعا، خصوصا وهي ماشيه في تطور كبير جدا، كل يوم في شيء جديد يعني ممكن نتحدث عنه. حلقتنا للأسف الشديد انتهت، دارين منكم كلمة أخيرة، كلمة أخيرة لزملائكم لإعلان عن السياحة لكل شيء يعني. نشكر طبعا قناة 24 سودان على استقبالنا اليوم وخلتنا لتنا الفرصة أن نتكلم عن السياحة ونتكلم عن موسم جدة القادم إن شاء الله. ورمضان كريم عليكم كلكم، تصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. تسلمي شرفتينا جدا يا علا حريق الإدارية، شكرا لك أستاذة علا. وكمان ننتقل لأستاذة خلود العبد الله الإدارية أيضا، كلمة أخيرة توجيهها للمشاهدين. نشكر القناة ونشكركم ونشكر الأستاذة علا ونشكر كمان السعودية بكلها، ونحن بنشكر وأشكر خادم الحرمين الشريفين. نشكركم أنتم كمان، يعني نشكركم الليلة مديتونا بمعلومات قيمة ومعلومات جميلة، وأتمنى أنكم تكونوا معنا في سهرة ثانية إن شاء الله نتحدث فيها بصورة أوسع إن شاء الله. مرة جاي شرفونا نطلع كده على السياحة في اسمه جدة بإذن الله. شكرا لكم كثير إن شاء الله، وشكرا لمشاهديننا الكرام تابعونا من بداية الحلقة وجونا في البارت الثاني. شكرا لكم كثير وتابعونا كل يوم سهرانين معاكم أنا وناهد محمد عبد الرحيم ودينا إن شاء الله. دي كانت نهاية سهرتنا لليوم، حتى نلتقيكم غدا إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك يا دينا.
شكرا لك أستاذ إبراهيم، والشكر أيضا للكاست العامل على حلقة اليوم، كاميرا كنترول ناصر لانكي، وفي المونتاج عزمي، وفي مهندس الصوت محمد حسبو، وفي البث أحمد الريس ومحمد فؤاد أيضا، وفي التحرير أحمد طه، وفي الإخراج عوض شع الدين. شكرا لكم جميعا، إن شاء الله نتلاقى بكرة في سهرة جديدة. صوموا على خير، إن شاء الله نلقاكم بكرة في تمام الساعة، نلقاكم إن شاء الله ما في نفس الموعد، في أمان الله، في رعاية الله.